سفيرة بدكي على المباشر. نعم. سلام. صافي راه لكم على البومباشي. شويه تايبان الناس دابا حيت ماشي في لاباج، ما كلشي يبقى تاع. قلت انا لاباج ما باليش. قلت لاباج ما باليش. واش اكسبتيتي بعدا انت يا طاهر البارتاج في لاباج تاع النقابه؟ حيت راه دابا انا لا الكونت سي دابا ديالك الاخر ما دخلش ادمين، فهمتي؟ ما غاديش يدوز نيشان. ما كاينش عنده المباشر. سامع بندو؟ بلاتي فاليديو بعدا عادي يبان عندك، راه ما يمكنش يدوز البارطاج حيت ماشي لاباج ديالو. يلا بداو. داخل باين. دونك السلام عليكم جميعا، ونعتذر على هذا التأخر نظرا لواحد العطب في نقل هذا النشاط على الصفحة الرسمية ديال النقابة. دونك بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورمضان مبارك سعيد للجميع. تحية نضالية عالية للقيادات النقابية التي تحضر معنا نشاط هذا اليوم. تحية نضالية عالية لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الاجتماعية لوكالة التنمية الاجتماعية ولعموم من خلالهم لعموم مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل. تحية نضالية عالية لكل مكونات الطبقة العاملة المغربية بمناسبة عيدها الأممي. نشاط هذه الأمسية يأتي في إطار تخليد ذكرى فاتح ماي وكذا احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية. فكل عام ومناضلاتنا ومناضلونا بخير، وهنيئا لنا بما حققناه من مكاسب ومزيدا من الصمود والنضال صونا للحقوق والكرامة ومن أجل تحقيق المزيد والمزيد من المكتسبات. أخواتي إخواني، إن ندوة اليوم هي بداية لسلسلة من الندوات التي يعتزم المكتب الوطني تنظيمها عبر تقنيات التناظر المرئي عن بعد، تنزيلا لبرنامج عمله السنوي في شقه المرتبط بإذكاء الوعي النقابي وتقوية القدرات في مجموعة من المواضيع ذات الراهنية والتي تندرج ضمن ملفنا المطلبي. فاختيار موضوع أنظمة التقاعد الواقع والآفاق النضالية يأتي في سياق عام أضحت فيه الحماية الاجتماعية ككل حديث الساعة، كونها ورشا مجتمعيا ضخما حاملا لثورة اجتماعية يتوقع منها تحسين معيشة المواطنين وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في وقت التقلبات والطوارئ والأزمات الاقتصادية والصحية. وحيث أن توسيع نطاق الانخراط في نظام التقاعد جاء كأحد المكونات الأربع الأساسية لهذا الورش المجتمعي الكبير،
إلى جانب تعميم كل من التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية وكذا الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فيحق لنا أن نتساءل كيف يمكن توسيع قاعدة الانخراط في نظام تقاعد موسوم بالعجز والاختلالات، نظام كان ولا زال موضوعاً للإصلاح. ما هي قراءتنا كمركزية نقابية لمخرجة عمل لجنة إصلاح أنظمة التقاعد ولقانون التقاعد رقم 72/14؟ كيف لنا كفاعلين نقابيين التصدي للتراجعات التي جاء بها هذا القانون، وما هي أهم مطالبنا المشتركة للإصلاح؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدني كثيرا أن أستضيف ثلة من القامات النقابية، وأبدأ بالوجه النسائي الحاضر معنا، الأخت اليحيوي فاطمة الزهراء، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل وعضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. أخت اليحيوي، مرحبا بك. شكرا أختي حنان، أنا جد سعيدة بتواجدي معكم، وجد سعيدة أنني لبيت الدعوة وأنكم استدعيتوني في هذا اليوم. بدوري كنبارك لكم ومن خلالكم كنبارك جميع المناضلين والمناضلات ديال وكالة التنمية الاجتماعية، ومن خلالكم لجميع المناضلين والمناضلات بالاتحاد المغربي للشغل، بل من خلال هؤلاء كلهم أقول رمضان مبارك سعيد للمغاربة أجمعين. الله يبارك فيك فاطمة الزهراء، سعيدة كذلك باستضافة الأخ عبد الرحيم هندوف، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل. سي هندوف، غني عن التعريف، مرحبا بك مجددا معنا أخ الهندوف. سي الهندوف يسمعنيش؟ سي الهندوف، صوت الصوت. شكرا الأخت حنان، وشكرا على الدعوة. مرحبا مرحبا. وأخيرا أرحب بالأخت رجاء بالكحل، كاتبة العامة النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، مرحبا أخت رجاء. شكرا الأخت حنان، ومرحبا بالضيوف ديالنا الأخت فاطمة الزهراء وكذلك الأخ الهندوف، الوجوه غنية عن التعريف لدى مناضلات ومناضلين تاع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية. مرحبا أخت رجاء. دونك تعذر حضور الأخ حيتم نظرا ل ظروف انا علمية. بخيفو جا في لا ديغنييغ اوغ، دونك كنتمناو ان المانع يكون خير، ونتمناو ان نستضفوه ان شاء الله في لقاء قادم. دونك على بركة الله نعطي الكلمة للأخت الكاتبة العامة لإلقاء كلمات المكتب الوطني. تفضلي الأخت الكاتبة العامة. شكرا الأخت حنان، ومرة أخرى كنرحب بالأخت والأخ الهندوف على تلبيتهم الدعوة لحضور هذه الندوة أو لتنشيط هذه الندوة الخاصة بأنظمة التقاعد. دونك تجي هذا اليوم هذا، يعني الاختيار ديالنا لهذا اليوم هذا باش ننظموا هذه الندوة، هو ماشي ليس بالصدفة، بل هو مناسبة لتهنئة مناضلاتنا ومناضلين نقابتنا بعيدهم الأممي، وكذا استحضار مسارهم النضالي اللي كيتميز بالصمود والوحدة. العيد نتاع اليوم نخلده اليوم وللسنة الثانية، والعالم لا يزال تحت تأثير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد. هذا الوضع الذي استغلته الباترونا لطرد العديد من العاملات والعمال، وكذا استغلته الحكومة لمحاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة من قبيل القانون التكميلي للإضراب. تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة يعد لحظة فارقة في المسار النضالي لأطر ومستخدمي الوكالة، بالنظر لتزامنه مع الذكرى 10 لتأسيس إطارنا النقابي، وهي الذكرى التي نستحضر من خلالها كل المعارك النضالية والتضحيات الجسام التي صنعت نصرنا التاريخي المتوج باتفاق 27 يونيو 2011، الذي من خلاله تم إدماج جميع المتعاقدين بالمؤسسة وما تلاه من اتفاقات لاحقة من قبيل تعديل النظام الأساسي، وكذلك ملف المهندسين، ملف 26 حالة، ملف 45 سنة، مجموعة من الملفات اللي كانت يعني في الملف المطلبي تاع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية منذ التأسيس ديالها. كل هذه الاتفاقات كان لها بالغ الأثر تأمين الاستقرار المهني لأطر مستخدم المؤسسة، وكذلك من تحسين وضعيتهم المادية وكذلك الإدارية.
ذكرى نسجل فيها بكل فخر واعتزاز صمود مناضلاتنا ومناضلينا في مواجهة مختلف أشكال التضييق الإداري على الحريات النقابية، والتي توجت بإعفاء الإدارة السابقة إن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اليوم وهي تخلد ذكرى فاتح ماي استحضار كل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات لهذا المسار النضالي الكفاحي، فتستحضر معه كذلك مختلف الأسئلة والمواضيع التي تؤرق قواعدها، ومن ضمنها موضوع التقاعد. وهذا الموضوع هذا اللي كان يعني في كل لقاءات تواصلية أو من خلال اللقاءات نتاع اللجنة الإدارية إلا وكان يثار هذا الموضوع هذا من أجل المناقشة دياله. وجينا اليوم باش اخترنا هذا الموضوع كأول ندوة رقمية اللي كتنظمها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، واللي كنتمناو أنها تكون فرصة لتقديم مجموعة من الإيضاحات وكذلك الجواب على تساؤلات الشغيلة. وشكرا. شكرا الأخت رشاء. نمر للمحور الأول اللي العنوان ديالو التعريف بأنظمة التقاعد بالقطاع العام وأوجه المقارنة بينها، ونعطي الكلمة للأخ الهندوف ونسوله أول سؤال. الأخ الهندوف إذا كنت في الاستماع. أخ الهندوف، أنا كان سمع، أنا معكم. دونك السؤال الأول في هذا المحور، ما هي أنظمة التقاعد في القطاع العام بالمغرب الأساسية منها والتكميلية، وما هي أهم المعطيات الديموغرافية ذات الصلة والمؤشرات المرتبطة بأنظمة التقاعد مقارنة مع دول الجوار؟ شكرا. في البداية بغيت يعني أن نرحب بالإخوان والأخوات المتتبعين معنا اللي كيتبعوا معنا هذا البرنامج، هذه الندوة عفوا الرقمية. بالنسبة للقطاع يعني العام، غادي نركز على القطاع العام لأنه الحديث عن الحماية الاجتماعية ولا الأنظمة تاع التقاعد ربما خصو ندوات، لأنه الحديث فيه طويل بزاف وكاين بزاف ما يتقال فيه. غادي نهضر بالخصوص على يعني القطاع العام. دونك القطاع يعني العام كاين زوج نتاع الحقيقة، كاين ثلاثة نتاع الأنظمة نتاع التقاعد يعني الإجبارية يعني الأساسية. كاين نظام المعاشات المدنية اللي كيدبرو الصندوق المغربي للتقاعد، كاين نظام المعاشات العسكرية اللي كينظمو اللي كيدبرو كذلك يعني الصندوق المغربي للتقاعد، وكاين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. هادو ثلاثة هما اللي أساسيين وإجباريين. كاين بعض الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية، ولكن الجل تاعها أدمج في إطار النظام الجامعي لمنح رواتب التقاعد. باقي قليل منها بحال مثلا لويل يعني المكتب الوطني للكهرباء اللي مازال عندهم يعني صندوق داخلي، اما الصناديق الاخرى الجل تاعها يعني فوتات النظام الجامعي للمحافظه، وهذا موضوع اخر دونك ما غاديش نتكلموا عليه اليوم، لان هي صناديق كتهم بعض المؤسسات العموميه، ولكن بصفه عامه جل المؤسسات العموميه داخله في النظام الجامعي لمحاوطة التقاعد. وكاين بعض المؤسسات العمومية اللي داخلة نظام المعاشات المدنية تاع السعمال على شي أسباب تاريخية، لأن من قبل هذيك المؤسسات العمومية كانت من قبل إدارة عمومية قبل ما تتحول إلى مؤسسات عمومية، وبالتالي الناس اللي كانوا يعني خارطين آنذاك يعني كانوا مخاطرين في السأمار يعني في نظام المعاشات المدنية بقوا، واللي دخلوا توظفوا من جداد كي توظفوا كي انخرطوا في الوير سعيد. دونك باش نبسط ملي غادي نقول السأمار غادي نعني نظام المعاشات المدنية، ومي غادي نقول الوير سعيد يعني النظام الجماعي لمحاربة التقاعد. وبالنسبة للمعاشات العسكرية ما غادي نتكلموش عليه،
عندك نظام يعني خاص هو اللي عارف الحق يعني ازمك، ولكن هذاك مستني لانه استنى حتى من هذه الاصلاحات هو يعني لان نظرا للوضعيه نتاع الموظفين العسكريين هي وضعيه خاصه، هما كيشدوا تقاعد على سن 47 سنه، دونك الاغلبيه 47 سنه 47 سنه، الباقيه الضباط وضباط الصف ما بين يعني 55 فوق، ولكن هذاك هو عنده عجز دائم، ما عمره كان دائم لان العدد نتاع المتقاعدين قدو تقريبا قد النشاط. دونك هذاك موضوع اخر ما نتكلموش عليه، ولو اننا في حقيقه نتكلموا عليه ان هناك كاين واحد الميز ما بين الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين، ولكن هذا موضوع اخر. هو ممكن نرجعوا ليه سي الهندوف اذا سمحتي باش نجيو نهضروا على العجز وهذا، نعاودوا ندخلوا هذه الجزئيه حيت عندها ارتباط. داكور. دونك ملي غنقول استعمار يعني نظام المعاشات المدنيه، والوير سعير هو يعني النظام النظام الجماعي اللي من حوالي التقاعد. الوغ شكون اللي كاين خارط في الاستعمار؟ غادي نبدا بالاستعمار، هما الموظفون الرسميون تاع الادارات العموميه والجماعات يعني الترابيه، وبالاضافه الى الاساتذه نتاع التعليم العالي، واخا الاساتذه نتاع التعليم العالي كيشتغلوا هما في مؤسسات عموميه ولكن كلهم كينخرطوا في هذا النظام، كذلك المستخدمين تاع بعض المؤسسات العموميه اللي قبيله تكلمت عليها وقلت لاسباب يعني تاريخيه، وكاين الموظفين تاع البرلمان، كاين رجال يعني القضاء، لان هذوك القضاة غير خاضعين للنظام العام للوظيفه العموميه، ولكن هما بحال ادارات عموميه خاضعين لهذا الاستئمار. المؤقتين اللي كيشتغلوا ما بقاوش دابا، المؤقتين اللي كانوا واحد الوقت، المؤقتين اللي كيشتغلوا في النظام في الادارات العموميه كينخرطوا في الارسال حتى هما. العدد نتاع النشطاء اللي كاينين في هذا النظام هذا بلغوا سنه 2019 635 ألف يعني ناشط، وفي سنة 2018 كانوا 645 ألف، وفي سنة 2017 كانوا 662 ألف، وهذا التطور يعني باين بأن العدد ديال الموظفين النشطاء غاديين كيتقلصوا في هذا النظام هذا، وفي الوقت اللي العدد نتاع المتقاعدين غادي وكيزيد. في 2019 بلغوا العدد ديال المتقاعدين 393 ألف، قول 394 ألف تقريبا، عفوا إلا سمحتوا لي واحد دقيقة باش كاين شي صوت. كان اعتذر عفوا. دونك قلت بالنسبه للعدد نتاع المتقاعدين غادي وكيرتفع، وبلغ في سنه 2019 تقريبا 94000، فيها 290000 يعني ك معاش رئيسي، والباقي 104000 تقريبا كمعاش ديال ذوي الحقوق، وهذا احد الاسباب نتاع الازمه اللي غادي نتكلموا عليها من بعد، وهو انه لو رابور ديموغرافيك يعني النسبه الديموغرافيه اللي ما بين النشطاء وما بين يعني المتقاعدين تقريبا كيف كتلاحظوا معايا تقريبا واحد متقاعد يعني مقابل زوج نتاع النشطاء. هذا الصندوق هذا كان هو في الحقيقه كان تاسس 1930 ولكن ما عمره تفعل، كان حتى 1997 عاد غادي تفعلوا يعني الحكومه. من قبل كانت وزاره الماليه كتدفع الاجور والمعاشات
المتقاعدين والأجور النشطاء الموظفين. ما كانش صندوق نتاع التقاعد، كان ولكن ما كانش مفعل هذا الصندوق. وكان بالنسبة للمعاشات كان آنذاك كانت كتعطي كان المعاش يحتسب، كان الاقتطاع يحتسب على أساس الأجر الأساسي فقط زائد 10%، والمعاش كذلك يحتسب على هذا الأساس. ولكن ابتداء من 85 كانت سياسة جديدة اللي كان البنك الدولي فرضها على المغرب، هو أنه ولات الزيادات في الأجور ما بقتش كدار في النظام الأساسي، ولات كدار في التعويضات، في نظام التعويضات. وبما أن كانت نظام التعويضات بقى غادي وكيكبر وكتزاد فيه، بما أنه ما كانش كيتحسب في الاقتطاع وفي المعاش، المتقاعدين ولاو كيشوفوا يصيبوا من كيخرجوا التقاعد كيصيبوا بأنه المعاش أقل بكثير من يعني من الأجر اللي كانوا كيشدوه. بون اللي كانوا مضروا عليهم بزاف هما الموظفون الكبار طبيعة الحال. بون أنا ذاك الدولة عاود كذلك كان واحد العامل واحد آخر ثاني اللي هو البنك الدولي شاف بأنه العدد نتاع الموظفين غادي وما بقتش الدولة كتوظف، ولكن عدد المتقاعدين غادي وكيكثر، وشاف يعني بأنه إلا استمرت الوضعية كذلك غادي الدولة واحد الوقيتة غادي تولي تخلص المعاشات وذاك الشيء يعني كثير عليها. اش قال المغرب؟ قال غدير تفعل ذاك الصندوق، ولكن ذاك الصندوق ما كان عنده حتى ما عطى حتى فرنك في الاول، بحال اللي بدا من الصفر بحال الموظفين يلا بداو في المغرب 97. دونك باش قالوا باش يعني يكون عنده يعني مداخل الى اخره، دخلوا كاع النظام نتاع التعويضات، يعني ما بقاش غير الراتب الاساسي. دونك ولكن ما داروش شي دراسه اكتواريه، وكان داروا دراسه اكتواريه كان يبان لهم بانه راه غادي توقع عنده ازمه من بعد 4 سنين. داروا هذه الاصلاحات، تهناهم داك الصندوق لاحوه بدون ما تكون شي دراسه. جات الحكومه نتاع جطو من بعد 2003، وهي يعني كتقول لك بان كاينه ازمه نتاع صناديق التقاعد. غادي نرجعوا لهذه القضيه هذه من بعد، من غادي في المحور الثاني ما نتكلموا على الازمه. دونك انا درت واحد لا بغيت نقول بريف رابيل هيستوريكي باش نفهموا هذا الصندوق علاش كاينه الازمه نتاعو ومن جات هذا الصندوق. هذا غادي نوقف هنا ونهضر على النظام الجماعي لمحاوله التقاعد. النظام الجماعي لمحاوله التقاعد كيهم المستخدمين تاع المؤسسات العموميه. بالنسبة للإخوان ربما هذه الكلمة نتاع المؤسسات العمومية اش كتعني؟ كتعني بحال لي زوفيس، بحال الوكالات، بحال هادو هما المؤسسات العمومية، هما خاضعين للقانون العام بحالهم بحال الإدارة العمومية، غير هما عندهم استقلال مالي وإداري. لأن من قبل علاش تخلق الإرسال تخلق في 78 ظاهر ديالو خرج في 77، ولكن هو دخل حيث التنفيذ يعني فاتح يناير 78. علاش تخلق؟ لان من قبل هاد لي زوفيس كان عندهم صناديق داخليه وما كانش عندهم شي تقاعد. دونك الدوله حطت هذا الصندوق، دارته في نفس الوقت المستخدمين تاع المؤسسات العموميه، وكذلك المؤقتين اللي كيشتغلوا في الادارات العموميه وفي الجامعات الترابيه. هذا النظام في الاول من اللي الدار مختلف على نظام المعاشات يعني المدنيه. وهذا الصندوق في الحقيقه هو مدبر من طرف السي دي جي، صندوق اداره التدبير، وحتى هو عارف ازمه. هو الازمه ديالو التقنيه راه بانت في 2011 قبل الازمه اللي عرفها الصندوق المغربي للتقاعد سامر المعاشات المدنية، ولكن ما كيتمش الكلام عليه لحد الساعة، لأنه هو هذوك الودائع ديالو استطاع باش أنه يوظفهم وكيجيبوا له فوائد مالية كل سنة بها باش كيغطي ذاك العجز التقني. سمحتي السي عنده في نقاطعك هنايا، غادي تدوز المحور الثاني وكتهضر على العجز والإصلاح. حنا باقيين في التعريف
باش نبقاو في التعريف تاع النظام وشنو اللي فيه كنظام عام واخا انا جاي، والنظام انا جاي التكميلي واخا. ديالو. أروا هذا النظام هذا العام، وهذا باش غادي، وفيه كذلك زوج، هذا النظام فيه نظام تكميلي، هذا الارتفاع حتى السعامة فيها نظام تكميلي، ولكن ذاك النظام التكميلي غير إجباري، وهذا سميتو الارتفاع حتى هو فيه نظام تكميلي، حتى هو يعني غير إجباري، وعاد كاين روكور اللي هو نظام واحد آخر عاود حتى هو تكميلي. دونك النظام التكميلي نتاع لو ار سعير وهو اللي فوق، لانه بالمقارنه بين السعامات. اذا سمحتوا غادي نبارطاجي ليكرون، واحد ليكرون باش مازال ما عطانيش لانيماتور لوتوريزاسيون باش نبارطاجي، نطلب منه باش يعطيها لي ديك طاهر وطا على ديك ايكرون بارطاجي ودير فيه اوتوريزي. دونك باش تعطيني انني نبارطاجي. الو مازال ما عطانيش. بون انا غادي ها هو عطاني، صافي شكرا. الو هادي واحد كنا درنا واحد ديبليون كنا درناه المعركه اللي كانت حول الاسعار واللي هاي الجبهه اللي فيه كفا من الح... وهنا فيه واحد المقارنه يعني ما بين النظامين، غنشوفوا هذه والثانيه. إلا جينا نشوفوا بالنسبة للوعاء الاقتطاع، هذه عناصر المقارنة. إلا جينا نشوفوا الوعاء نتاع الاقتطاع بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، الصالير كله خاضع للاقتطاع، وبالتالي ملي كنبغيو نجيو نحسبوا المعاش كنحسبوا على أساس يعني الأجر كله، في حين أن الأجر الخاضع للاقتطاع هو مثقف، مثقف بالنسبة الهار سعر. هذاك السقف كل عام كيتطور، كل عام كيتزاد فيه، وهو هذاك السقف يعني يساوي 4 مرات المعدل السنوي الأجور المصرح بها. بمعنى غادي نشوفوا مثلا الأجور المصرح بها نتاع كاع المنخرطين في الهار سعر، وغادي ذاك لاموين نتاع هذاك الأجر، مثلا غادي نصيبوا مثلا لاموين نتاع هذا العام هذا غتكون تقريبا واحد 4000 و4500 درهم. هذاك الاجر المثقف هو 4 نتاع المرات، هذا 4500 درهم تقريبا واحد 19000، هو هذا العام 19000 درهم. وكل عام هذاك الاجر المثقف كيتزاد بنفس النسبه اللي كتزاد بها الكتله الاجريه المصرح بها نتاع جميع المنخرطين في الارسال، وحتى المعاشات كل عام كتزاد بنفس النسبة في الوقت اللي بالنسبة للسامر ما كايناش هذه القضية، هذه كاين كاع الأجر، وذاك الأجر يعني ما عنده علاقة مع التطور تاع الأجور. وحتى المعاشات في السامر ما كتزادش، ما كتزادش فيها، كاين واحد القانون كيقول بأن المعاشات كتزاد فيها إلا تزادت في القيمة نتاع الرقم الاستدلالي. تعرفوا بأن في الأجر نتاع الموظفين كل جراد كاين هناك رقم استدلالي، ورقم استدلالي عنده واحد القيمة، 150 الأولى عندها تقريبا 100 درهم، بين 100 و150 عندهم تقريبا 80 درهم، والآخرين يعني بين 60 درهم حوالي. دونك هذا موضوع آخر نتاع الأجور، ما غاديش ندخل في هذه التفاصيل. المهم ليسونسييل وهو أنه بالنسبة للمعاشات ما كتزادش في السعامير، ولكن في إرسعار كتزاد كل سنة بنفس النسبة اللي تطور بها يعني الكتله الاجريه. الوضع هذه القضيه نتاع الاجر المثقف اللي كيشدوا اكثر من 19000 درهم اليوم من خاطر في الاستعمار عندهم الحق في واحد يعني نظام تكميلي، ولكن هذاك النظام التكميلي ضروري تكون واحد الاتفاقيه ما بين المؤسسه العموميه وما بين الارسعار. القضيه كنا طرحناها على الاداره نتاعكم في الوكاله، وكنا قلنا لهم خصكم ديروا اتفاقيات، شوفي باش ديروا غير اون لاتر تاع راه يقولوا بغينا نديروا اتفاقيه، وملي كتقبل ديك الاتفاقيه الاجر اللي فوق 19000 درهم كي يتخلص عليه
المستخدم 3% والإدارة كتخلص عليه 3%. ولكن بالنسبة اللي تحت من السقف يعني الأجر الخاضع للاقتطاع، الأجير في الإرسال كيخلص 6%، والإدارة كمشغل كتخلص 12%، في حين أن نسبة المساهمة في السأمات 14% كتأديها الدولة و 14% كتأديها يعني كيديها الأجير، بمعنى أنه 50% نتاع المساهمات في السأمات كتحملها الإدارة كمشغل و 50% كتحملها الأجير 14-14، في حين إذا شفنا الإر سعار كنصيبو الثلث 6% والثلثين 12%. وهذا عنده واحد الانعكاس على الأجور، بحيث مثلا إلا خدينا على سبيل المثال واحد الأجر اللي هو خام، نقوله مثلا 10,000 يعني درهم، هو تحت الأجر المثقف يعني كله خاضع لاقتطاع في الإر سعار، دونك غادي يؤدي عليه 6% يعني 600 درهم المستخدم. ولكن في نفس الأجر في السأمير غادي يؤدي عليه 1400 درهم، يعني الفرق يعني 800 درهم. بون الضريبة كتدي منه واحد شوية، ولكن كيبقى واخا هكذاك مثلا تقريبا كتبقى واحد 500 درهم بالنسبة للأجر اللي كي يساوي 10,000 درهم. الأجر اللي فيه الخام بروت 20,000 درهم، الفرق في الأجور إلا حيدنا الضريبة وحيدنا الاقتطاعات كيكون 1,000 درهم. وهذا واحد الميزة بالنسبة للناس الإرسال، لأن كيدو 6% عندهم أجور زايدة على السامة. إلا شتينا نفس الجراد نفس الآخر كتصيب الأجور الأجر يعني أكثر من اللي كيكون منخرط في الإرسال. هادو بعض انا قلت بعض الامتيازات نتاع الارسال، قلت في الاول بان المعاش كيتزاد كل عام تقريبا 1-3%، قلت بانه الاجر الصافي من كنحيدوا الاقتطاع والضريبه كيكون زايد واحد شويه في الارسال. ولكن بالنسبه للمعاشات هذه قضيه واحده اخرى. الو بالنسبه للاستفاده من المعاش، كاين ما يسمى بالتقاعد يعني النسبي، بمعنى هذا كنسميو حنايا هذا التقاعد النسبي، وهو يعني قبل يعني كيتسمى هذا في الحق الاسم القانوني ديالو هو يعني التقاعد قبل السن القانوني. الوغ كاين هناك شروط الاستفادة منه. بالنسبة للسأمير الإنسان يكون خدم 24 عام، بالنسبة للذكور 18 عام بالنسبة يعني للنساء. بالنسبة هذه خص لوتوريزاسيون ديال الإدارة، تقدر تقبل تقدر ما تقبلش، ولكن الإنسان لا بلغ 30 عام عند الأقدمية ما الإدارة ما عندهاش حق الدخل، من حق الموظف أنه يمشي للتقاعد واخا الإدارة ما تبغيش. بالنسبة للسعر خصو يما يكون فاق عنده 55 عام أو راكم 21 سنة من العمل. هنا كاين واحد إشكال آخر مزيان نطرق له. بالنسبة للناس اللي يشتغلوا في السأمير وغادروا الإدارة وما جمعوش ديك 24 عام ولا 18 عام، اللي عنده الحق يطالب ولكن في واحد الأجل نتاع 10 سنين بهذيك المساهمات نتاعو ترد له زائد واحد النسبة نتاع الفائدة، ولكن إذا فات 10 سنين ما يسالش. وهنا في الحقيقة الإنسان مثلا كاين شي نساء كنعرفهم اللي يشتغلوا هنا مثلا واضطروا يغادروا الوظيفة ولا يغادروا المغرب كاع لأنه الأزواج تاعهم مشاو، ولا نفس ولا العكس، كاين المرأة اللي مشات وتبعها راجلها وما جمعوش ذاك العدد نتاع السنوات، كان اللي خدم 23 عام، كان اللي خدمت المراه خدمات مثلا نقولوا ما وصلتش 18، ومي كدير 60 عام تحبها راه عندها الحق التقمي، كتجي كيقول لها ما كتسالي حتى حاجه، حتى هذاك الاجر اللي ساهمت به باش يردوا لها يقول لها فاتك الحال. دونك هذا حيف، وهذا ما معروفش بزاف لان حالات قليله، ولكن قليل فين كنطرحوا حنا كنقابات، ولكن هذا مشكل كاين.
بالنسبة للإنسان إذا كان كيشتغل وتوفى، واخا إذا كان كيشتغل وتوفى، بالنسبة للسامر واخا يخدم غير ساعة عنده ذاك الحد الأدنى يعني للمعاش، بالنسبة للإرثار خصو يكون عنده 3 سنين. الوغ الاحتساب نتاع المعاش، غادي نجي لنقاط اخرين وغادي نرجع لشي تفاصيل. المعدل نتاع الاجور هي 8 نتاع السنوات الاخيره بالنسبه للسامر، من قبل كانت اخر اجره دابا ولات 8 سنين. وبالنسبه للاسعار كيديروا المعدل نتاع الاجور طيله مده العمل مع واحد اون فالوريزاسيون ديال سنوية، هي الحقيقة يعني ديك لاكتواليزاسيون يعني تحيين، إلا بغينا نقولوا تحيين هذوك الأجور. نعطيك مثال، بحال دابا مثلا واحد الإنسان دخل لخدم مثلا 30 عام، في الأول مثلا نقولوا هذه 30 عام كان كيشد غير 2000 درهم ياك، ودابا كيشد مثلا نقولوا 20000 درهم، غادي يديروا المعدل نتاع الأجور 2000 درهم، وملي طلع 3000 وملي طلع 5000، ولكن كيشدوا هذيك 2000 درهم اللي كانت هذه 30 عام ويقولوا شحال كتسوى اليوم. الوغ كيفاش كيحينوها؟ هذاك النسبه نتاع التطور ديال الكتله نتاع الاجور المصرح بها كل عام اللي تكلمت عليها في البدايه، هذيك بها باش كيحينوا. الا كانت الاجور كل عام مثلا المعدل نتاع التطور نتاع الكتله نتاع الاجور المصرح بها مثلا تطورات، مثلا نقولوا هذه 30 عام كل عام مثلا نقولوا 3% 3% تقريبا وصلنا على 30 عام نقولوا وصلنا 150%، كيشدوا ديك 2000 درهم وكيضربوها مثلا في 150% ولا 200% على حسب النسبه نتاع التطور، وهذيك 2000 درهم كتولي اليوم مثلا نقولوا 4000 درهم، انه على 20 عام كتدوبل الى درنا ان سويت جيومتريك ان ريزون دو 3% جو كوا 24 كتدوبل هذاك الرقم. بون غادي توصل تقريبا بحال دابا 2000 درهم، ديك الوقت اذا كانت 3000 كل عام غادي تكون دابا واحد 5000 درهم بعد 30 عام. هذا هو كيفاش كيحسبوا هذاك التحيين نتاع هذيك. ولكن ملي كيشد الانسان عاود المعاش كل عام كتزاد له ديك النسبه نتاع الزياده ديال الكتله الاجريه المصرح بها. دونك هذا هو الفرق اللي كاين بين يعني السامر والارثار، يعني الاجر المرجعي. بالنسبه للعدد كيفاش كيحسبوا المعاش، السامر سهل الحال، كيشدوا العدد تاع السنوات اللي الانسان اشتغل فيهم حتى حدود 31 دجنبر 2016 وكيضربوها 2.5%. بحال دابا ناخذ سبيل المثال، واحد مثلا خدم نقولوا 30 عام حتى ل 31 دجنبر 2016، 31 نقولوا 30 عام الا ضربناها في 2.5 غادي تعطينا 75%، ونقولوا من 2017 فاتح يناير 2017 حتى فاتح يناير 2021 هي 4 سنين 2%، اذن عنده في 4 سنين 8% على 75 هي 83%. دونك الا شي واحد كان خدم هذه 34 عام واليوم خرج للتقاعد، غادي يشد 83 يعني في المية، يعني خدم 34 عام يشد 83% مناش من الأجرة المتوسطة تاع 8 سنين التالية. بحال الى 8 سنين التالية لا موين تاعها هي 10000 درهم، غادي يضربوا له هذيك 83% يضربوها في هذيك 10000 درهم غادي يجي تعطيه 8300، هذا البروتا. وغادي يديروا له يحيدوا له الضريبه، الضريبه الى حدود 14000 يعني يعني فيها من كيخلص عليها 45% عفوا، وفوق 14000 درهم كيخلص عليها 55%، وهذا موضوع اخر. في هذه الحالة سي الهندوم، بالنسبة للمعدل 8 سنوات واش كتكون لهم تحيين ديال الأجر ولا ما كاينش تحيين بتاتا في السامر، كاين غير في الإرثار.
دونك هذا هو كيفاش كيتحسب. ولكن غادي نقول لكم واحد القضيه، عاود واحد الارتيكل 12 فصل 12 من القانون ديال المعاشات المدنيه اش كيقول؟ كيقول في جميع الاحوال لن يتعدى، يعني الاجر لن يتعدى يعني المعاش عفوا اخر اجره صافيه من الضرائب. ما معناه؟ انا نعطيكم ان كا مثلا كونكريت. واحد السيد عنده مثلا نقولوا عنده 20,000 درهم، ونقولوا خدم مثلا نقولوا واحد العدد تاع السنوات اللي عطاتو 90%، 20,000 بروت النات غادي تكون شي واحد اللي كيشد 20,000 بروت النات غادي تكون عنده واحد 14,000 15,000 درهم تقريبا. إلا شدينا هذيك 20,000 بروت وضربناها مثلا نقولوا في 90% يعني في البروت غادي تجي واحد 18,000 درهم. كيحيدوا منها الضريبه قول واحد تقريبا 2000 درهم، نبسطوا حنا نبسطوا الحساب غتبقى له واحد 16,000 درهم ياك ولا 17,000 درهم. ولكن القانون كيقول لك ما خصهاش تفوت اخر اجره صافيه يعني من 14. ماشي هالطريقه كيفاش كيحسبوها الله اعلم اخر اجره. انا شخصيا كتبت رساله للسامر قلت لهم الله يخليكم قولوا لي كيفاش كتحسبوها، ما جاوبونيش لحد الساعه. مشيت كتبت الرساله للاداره الوظيفه العموميه واجتمعت معهم قنا كنحسبوا كيفاش كيحسبوا اخر اجره صافيه من الضريبه. وصلنا لواحد لان داك السيميلاتور تاعهم اللي كيعطي، قلت لهم داك السيميلاتور انا ما انا راه كنحسب ما كنصيب داكشي اللي كيعطي السيميلاتور. مشينا قلبنا صبنا بينا واحد لو موديل عطاتو لهم السامير ودخلوه في هذاك لو لوجيسيال تاعهم. وملي قلت لهم واش فهمتوا دوك لي زانفورماتيسيان تاعهم كيفاش هاد لو موديل، قال لك سيتي بواط نوار، قالوا لنا هكذا وصافي. وانا كتبت رساله للناس نتاع السامير قلت لهم قولوا لي عفاكم كيفاش كتحسبوا اخر اجره صافيه من الضريبه. بون ليسونسييل انهم ديما كيهبطوا لك. الا جاتك مثلا الحساب انا كنضرب مثلا حساب بحال هذه الحاله كنصيب مثلا 16,000 كيرجعوها ل 15,000، وفي الاجر الصافي كتكون 14,000 اخر اجره. جاب لي الله ما عاد ما مفهوماش الطريقه، ولكن بحال اللي كيشدوا اخر اجره صافيه وكيزيدوا عليها ديك 14% تاع الاقتطاع اللي ما بقاتش كتقتطع وكيسميو هذاك هو المعاش. دونك واخا كيقول لك بانه ست ريجيم جينيرو سي با فري، لانه كيرجعوه لواحد النسبه ما عمرها تفوت 70% تاع اخر اجره بريت. لانه كيقول لك ست ريجيم جينيرو زعما كيعطي مزيان المعاشات، ما كاينش ريجيم في العالم اللي كيعطي 100% لو ديرني سالير. ايه هو بالنسبه للسامر كاع الانسان اللي في السلم 11 الفوق واللي خدم اكثر رغم التعديل المقياسي اللي كان في 2016، وكاع اللي خدم فوق 35 عام المعاش تاعو كيكون يعني على الاقل يساوي اخر اجره صافيه سينو اكثر. ولكن المشكله مين جاي؟ راه نورمال ما خصوش يشد اكثر. علاش؟ انه كيخلص على البروت ما كيخلصش على النت. وفي الانظمه تاع التقاعد الاخرى بحال الارسال ما كيخلصش على الاجر تاعو كامل، راه كيخلص على الاجر المسقف. يكون الانسان يشد 30,000 درهم كيخلص يلاه على 19,000 درهم كما قلت لكم قبيله. سامر لا، سامر يخلص على 30,000 وكيخلص 14%، وفي الاخر كيجيو كيقولوا له ما تفوتش 70% نتاع لو بروت. دونك هاد الهضره اللي كيقولوها لنا راه فيها مغالطه، فيها مغالطه. اون بليس دو سا الكوتيزاسيون نص بالنص، ما كاينش في العالم شي نظام تاع المعاشات اللي الاجير يخلص 14% والمشغل 14%، يعني النص النص. العالم بارتو تقريبا كاع الانظمه فيها تولد تولدين. في المغرب عندنا نظام المعاشات العسكريه، الموظفين العسكريين يخلصوا 10% والدوله تخلص 20% تولد تولدين. لو ار سي ار 6% 12% تولو تولوتين.
لاسينساس نفس الشيء، كاين 4.29 مقابل 8.48، يعني خلصها الباترون. دونك تولد تولدين في جميع الانظمه نتاعنا، الا هذا النظام نتاع المعاشات المدنيه. دونك واخا الانسان كيقطعوا له على حسب السامان، في اخر المطاف كيهبطوا لذاك النسبه اللي قلت لكم. الوغ دابا هاد المعاشات راهم تقريبا الانظمه بزوج، ولاو دابا بحال بحال 2% 2%، هادشي 2.5% كان في المية، ولكن اليوم دابا ولاو 2%. الفرق اللي كاين في هاد الاجر المثقف، ولكن يجي نشوفوا شكون اللي فايت الاجر المثقف 19000 درهم. السلم كنقول لكم اوريشال ماليشال اونزل تحت كلهم كيشدوا 19000 بريد، سواء كانوا يعني بعدا الاداره العموميه كلهم، وحتى المؤسسات العموميه الاغلبيه نتاع المؤسسات يعني العموميه اللي عندها طابع اداري اللي عندها نظام اساسي مشابه للمضيفه العموميه، حتى الحدود حتى الليشال اونز كلهم كيشدوا يعني قل من 19. لوريشال بعض المؤسسات كيشدوا 19000 19500، ولكن في الوظيفه العموميه كيشدوا 18000. دونك مهندسين لانجينيور اون شيف برينسيبال والاطباء فئه قليله هما اللي كيشدوا اكثر من 19000، اغلبيه الساحقه نتاع الموظفين كيشدوا قل من 19. وهذيك 19000 كما قلت راه كل عام كتزاد تقريبا، الا درنا لها 2.3% كتزاد بواحد 600 درهم، غادي من هنا لقدام غتولي تزاد ب 700 درهم كل عام كلها، بمعنى العام الجاي غتولي من هنا العامين تولي فايته 20000 درهم، والاجور ما كتزادش كل عام ب 3%. واحد غتجي واحد الوقيته اللي هذا السقف يعني الاجر المثقف غادي يعني يفوت يعني الاغلبيه الساحقه نتاع الاجور اللي كاينه في المؤسسات العموميه. هنا الا سمحتي سي الهندوف توضح لنا الا عندك معطيات بالنسبه لمعدل الاجر ما بين معدل المعاش كمقارنه ما بين النظامين، يعني بين نظام المعاشات المدنيه معدل المعاش بالسامر زايد. هذا السؤال كيتكرر بزاف حيت كاينه الهضره كونكوا ان نظام الار سي ار كيخرج بواحد معاش اللي هو ضئيل جدا اللي يقدر يوصل حتى 40%، في حين ان نظام المعاشات المدنيه كيعطي واحد معدل المعاش اللي يقدر يوصل حتى 90%. الو غادي نقول لك انايا مزيان طرحتي هذا السؤال. عندي 2019 كان المعدل نتاع المعاش في السامر 8700 درهم، وفي 2018 كان 9500، وفي 2017 كان 10000 درهم. ولاحظوا بانه المعدل نتاع المعاش غادي كينقص، علاش؟ بسبب هذاك إصلاح المقياسي اللي داروا، حيت من قبل كان الإنسان هذاك الأجر وخا يتخلص عليه غير نهار، مثلا واحد نهار نقولوا راه في ليشيل 10 باقي له نهار كيطلع ليشيل 11 كتزاد واحد 3000 درهم، كيولي تحسب له المعاش على أساس هذاك آخر أجرة وخا يتخلص فيها غير نهار. ملي ردوها 8 سنين يعني الشيء كان عنده واحد الانعكاس على المعاشات وتقلصات المعاشات. انا قلت لكم في عامين نقصات اكثر من 2000 درهم. بالنسبه للارسال ما كاينش هذه الظاهره لانه ما كانش اصلاح، وتقريبا ما غادي نقول لكم الرقم باللاتي بشحال بالضبط ما عنديش في اونتيت، ولكن كنظن غادي يكون المعدل نتاع المعاشات غتكون وزانون تور تاع 5000 6000 درهم، ولكن باللاتي غادي نعطيكم الرقم يعني بالضبط. انا سولتك واش عندك ان بورسونتاج بالنسبه للاجر اللي كان تيتقاضى، يعني نسبه المعاش من الاجر، يعني واش كتبقى في 50% 70% من الاجره اللي كانت تيتقاضاها الواحد؟ سا ديبون. بالنسبه للسامر نقدروا نحسبوا بسهوله، ولكن الارسال سي كومبليكي باش تحسبي، لان حتى واحد ما عارف شحال كان كيتخلص هذه 30 عام. تقول اي واحد تقول له الله يخليك شحال النهار دخلت تخدم شحال كنت كتخلص، والعام اللي مورا والعام اللي مورا والعام دوك خصو يشد كاع دوك الاجور ويدير لها لو دو داكتواليزاسيون ويحسب. دونك صعيب. بار كونتر السي ام ار سهل الحال،
كتعرف راسك اخر اجره بشحال عام خدمت، كتضرب العمليه بالضبط وتعرف راسك بشحال كتشد. يعني بالنسبه لاخر اجره اي واحد يمكن له الضير، يمكن له يعني يعرف بالضبط بشحال غادي يشد. ولكن بالنسبه للسعر كاين بالفعل ما كيوصلش 40%، وكاين اللي يقدر يعني يوصل، لانه الانسان اذا خدم كاع 40 عام 2% كل عام هي 40%. داكور. دونك الى سيبوزون شي واحد كان دائم كيتخلص فوق الماكس، فوق الماكس، فوق الاجر المسقف، شي واحد قايل اللي كان دائما فايت الاجر المسقف، الى ضربنا مثلا 80 يعني في المية، عملية حسابية بسيطة، وضربنا هذا مثلا بحال 19,000، يعني غادي تجي واحد تقريبا واحد 15,000. يعني ما يعني لا بونسيون في الار سعير ما عمرها تفوت، ما عمرها تفوت. واخا نزيدو ديك 3% نتاع داكشي نتاع التقاعد التكميلي، ولكن ما كيف ما كان الاجر، سيبوزون شي واحد دائما كان كيدخل لك فوق داك الاجر المسقف، غادي تكونوا زالونتور نتاع ديال دونك. هذه يعني في حين ان عندهم ربما ان الفئات اللي عندها الاجور اقل ربما في الار سي ار كتخرج بمعاش احسن من الفئات العليا ربما اللي عندها كتفوت هذاك الصح. اه وي، قداش ما كان الاجر مرتفع في الار سي ار قداش ما كتكون يعني المعاش مقارنه مع اخر اجره كيكون ضعيف، وقداش ما كانت الاجور قليله، وقداش ما هذه القضيه، لانه داك التسقيف ما كيكونش عنده. ولكن المشكل فين جاي في هذيك النسبه اللي كيحسبوا الاجر يعني المتوسط. بحال دابا نعطيك مثال، اخت راه معنا الاخت حيوي، اخوان اللي كانوا مثلا خدامين في الاوفيس نتاع التكوين المهني، كانت واحد الوقيته عندهم اجور ضعيفه جدا، نضلوا وحسنوا الستاتي ولات عندهم اجور يعني مزيانه. كان اللي خرج قبل ما يخرج التقاعد كانت عنده 20,000، 22,000، 23,000، 24,000 اطار يعني استاذ مكون. ولكن ملي كيجي الحسب المعاش كيحسبوا له الاجر تاعو لا موينه من نهار اخر يخدم، كيحسب راسو بواحد المعاش 8,000 10,000، يعني 50% الاجره الاخيره. دونك هذا كيضروا منه الناس اللي فايتين التسقيف، كيضروا من الناس اكثر الناس اللي تطورات الاجور تاعهم كانت واحد الوقت كانت يعني نازله، واحد الوقت يعني طلعت عاود هادو يعني ما كيفوتوش يعني 50%. في حين السائمر ما كاينش هاد الظاهره، الناس بصفه عامه اليوم في الوظيفه يعني العموميه اللي خدم، كنقول لك الاغلبيه الساحقه نتاع الاطر، وتقريبا دابا من غير هذوك الفئات يعني حتى الفئات الاخرانيه، يعني الاغلبيه اللي خدمت اكثر من 35 عام. بعدا بالنسبه للاطر السلم 11 فوق، اللي خدم 33 عام الفوق عنده على الاقل اخر اجره صافيه. وبالنسبه للسلاليم الدنيا اللي خدم 36 عام الفوق بها الاصلاح عنده تقريبا اخر اجره، في حين الارسائر الاجور الدنيا يعني كتكون قليله ماشي بزاف، ولكن الاجور اللي كتكون عاليه كياكلوا العصا. ولكن في الارسائر هذاك المعاش اللي كيشدوا الانسان كل عام كتزاد له واحد يعني النسبه نتاع 2.5 3%. ولكن الانسان بو يمكن واحد دابا الا درنا النسبه نتاع 3% كل عام كما قلت قبيله سويت جيومتريك، داك لا بونسيون دوبل على تقريبا واحد 24 عام، بين 20 و 24 عام ما بقيتش عاقل بالتفصيل، سامبل كالكولاتور. ولكن واش الانسان غادي طال يعيش مازال هذيك المده؟ هذه المده غادي يستافد من داك الشيء، خصو يستافد دابا. الوغ الاستثمار ملي كيشد الانسان عاود داك المعاش، ولا عاش 20 عام كيبقى نفس المعاش عنده. ودوك داوي الحقوق من يتوفى هذاك مول المعاش مراتو ولادو، او حتى مراتو ولا ولادو ملي كيتوفوا حتى هما يعني بنفس المعاش ما كيتبدلش. دونك هذو هما ولكن دابا بما انهم جمعوا ديك 2% يعني كل عام،
وبقات بقات دابا الفرق اللي كاين فين كاين المشكل الكبير فين كاين كاين في هذيك المعدل ديال الاجور تاع 8 سنين. ولكن اللي خاطر في الامر هو انه انا باش خايف واحد القضيه انهم راه هما باغيين الناس تاع الارسال يديروا 8 سنين الاخرانيه، ولكن غادي يقول لك با داكتواليزاسيون ضروري. لا الا مشاو داروا هادشي السي الهندو في، لو سمحتي، في المحور الثاني وندوزوا للاصلاح انظمه التقاعد ونرجعوا للازمه كيفاش كانت، شنو الاصل ديالها، شنو هي الحقيقه. الا بغيتي دغيا نسالي هذه المقارنه وندوزوا الى بغيتي المحور الاخر حيت الوقت كيداهمنا. واخا صافي ماشي مشكل ماشي مشكل. انا بالنسبه يعني كما قلت 2% الى حدود الانسان الا بغى يخرج تقاعد كما قلنا نسبي، من قبل كانت 2% دابا ولات 1.5% ابتداء من 2017 في السي ام ار. ولكن بالنسبه للاس ار كاين 2%، ولكن الا الانسان الا خرج ما بين 55 عام حتى 60 عام كتنقص له 0.4% كل شهر ما بين 55 و60 عام في حدود 24%. ما معناه؟ غادي نشرح لكم هذه النقطه. واحد الانسان الا كان خدام في الاداره العموميه وخدم نقولوا 30 عام حتى الحدود 2016 بغى يخرج غادي يحسبوا له يقولوا له 30 عام ضربها في زوج عندك 60%. ومن 2017 حتى دابا 4 سنين في 1.5% هي عندك 6 6 على 60 هي 66%، يضربوا له المعدل نتاع 8 سنين تاع الاجر وهذا هو المعاش نتاعو. بالنسبه للار اس ار كيحسبوا له 2.5% على كل عام اكتياليزي كما قلت لكم قبيله، ويضربوها في يعني في لا مويان ديال الاجور من هذا دخل الى يومنا هذا اكتياليزي. ولكن اذا خرج كانت عنده 55 عام بالضبط كيحيدوا 24% منها. ولا عنده مثلا نقولوا 57 عام يعني باقي له عامين ونص باش يدير 60 عام كيحيدوا له 14% الى اخره. دونك كل شهر كيحيدوا له ينقصوا له 0.4 يعني في المية. بالنسبه انا قلت لكم بالنسبه ما ندخلش في التفاصيل كاينه واحد القضيه قلت لكم قبيله، الانسان الى توفى الى خدم غير نهار واحد في السامر عنده المعاش، ولكن في الارسال 3 سنين. ولكن ملي كيتوفى الانسان في السامر ما كيحسبولوش عدد السنوات، يعطيو الحد الادنى كيف السامر. السامر الى خدم نهار واحد كيعطيوه هذاك الحد الادنى اللي هو 1500 درهم. ولكن بالنسبه للارسال كيحسبوا له بحال اللي مات هو عنده 60 عام، ولكن ما يفوتوا له 60%. حنا دابا الا مثلا خدموا 3 سنين وتوفى اكسيدون مثلا دو ترافاي كيعطيوه يعني يعطيوه 60%. بالنسبه هنا بغيت نقول واحد القضيه، لي زاكسيدون دو ترافاي، لي زاكسيدون دو ترافاي في الاداره العموميه ما كاينش اكسيدون دو ترافاي، ولكن اللي دار اكسيدون دو ترافاي وكان عنده عجز كيعطيو واحد المعاش نتاع الزمانه لانفاليديتي كتعطيها له السي ام ار. بار كونتر في الار سي ار ما كايناش الزمانه، شكون اللي كيعطيه الا وقع له اكسيدون دو ترافاي؟ سي لاسيونس هي اللي كتخلص له داك يعني المعاش. ولكن كاين لانفاليديتي في الار سي ار يعني حتى هو الا ولا يعني انفاليد ماشي اكسيدون دو ترافاي ما بقاش يقدر يعني ماشي اكسيدون مرض ولا شي حاجه كي تحسب بحال هكذا 60% حتى هو بحال الوفاه. الحد الادنى للمعاشات 1500 درهم بحال السن القانوني كاين 63% في السامر بالنسبه للموظفين، 65% بالنسبه لواحد الفئات بحال التعليم العالي بحال القضاه الى اخره. ويمكن الانسان يزيد على ديك 63 يمكن يزيد 4 سنين زوج مرات كل مره سنتين بالنسبه للموظف، ودوك اللي عنده 65 عام يقدر يزيد 3 مرات يعني يقدر يوصل حتى 71%. بالنسبه للار سي ار كاين 60% وبس، وكاين بعض الاخوان اللي وصلوا للار سي ار وطلبوا باش يزيدوا هذوك كيأجلوا لهم المعاش فقط وكيديروا معهم كونترا وكيبداو يخلصوهم باخر اجره
اللي كانت عندهم، ولكن المعاش يعني كيتأجل، ما عنده علاقة مع السامر. بار كونتر هذا السن القانوني في السامر، يمكن في الأسئلة نقدر نفصلو يعني شي حوايج. داكشي حيت كاين مجموعة من التفاصيل، صافي وفعلا صافي هادشي كل اللي شيء كل شيء كل شيء كيسول، وكنظن ان هادشي ممكن نفصلو فيه في دورات تكوينية قادمة اللي نديرو فيها دي زيكزيرسيس ونحسبوه هذا، وباش الواحد يوضح مجموعة ديال الحويجات. دونك نمروا للمحور الثاني سي الهندوف، اللي هو إصلاح الأنظمة التقاعد، ونبداو ونتكلموا أولا على حقيقة الأزمة وحقيقة العجز، والعجز التقني، العجز المالي، التعاريف بعدا باش ممكن الواحد يفهم بعدا شنو الأصل ديال المشكل والتفصيلات ديالو. إلا سمحتي سي هندوف. واخا، الو، بالنسبة شنو هو العجز التقني؟ أنا نعطيكم يعني مثال، بحال دابا مثلا كتشوفوا هاد الطابلو هذا، لا مازال ما بانش ما كتشوفوش، باقي تشوفوا غير داك القديم؟ لا كتبان دابا انت اللي كتبان عندنا في ما بارطاجيش ليكرون ديالك. قبيله كنت مبارطاجي الاخر؟ لا قبيله داك تاع كنتي الانستغرام. بارطاجي دابا؟ لا واخا، انا غادي نبارطاجي معاكم واحد اخر. الور، بالنسبة للسعر، والموضوع فيه مجموعة المعطيات اللي هي تقنية واخا غادي فيها غادي غادي من بعد غادي قبل تشرب وقت القهوة واخا كحلاوة باش نقصدو نركزو معاك أسير. قبل ما نهضر على هذا الشيء، هذا غادي نعطيكم يعني بعض الأرقام. بحال دابا مثلا في 2019 لي كوتيزاسيون يعني ديال المساهمات نتاع المنخرطين، ديك 14% زائد 14% ديك 28%، بلغت 23 مليار درهم، 23.65 بالضبط. وهذوك يعني لي بريستاسيون اللي عطات يعني الخدمات اللي قدمها السامر بلغت 28 مليار فاصله 70، ان كان واحد العجز تقني ديال 5 تاع الملايير. داكور، المداخل 23.65 والمصاريف 28، اذا العجز التقني هو هذا كيتسمى العجز التقني، ولكن ماشي هذا هو العجز المالي. علاش؟ لان العجز المالي شنو هو؟ هذا الصندوق نتاع التقاعد راه عنده تقريبا واحد 75 واحد 80 مليار في 2019 نتاع الودائع، يعني لي زاكسيدون نتاع السنوات اللي فاتوا اللي ما كانش عنده عجز، وعنده تما كان لا فالور كونطابل ولا فالور، المهم داكشي الناس تاع الكونطابيلي يعني. ولكن حنا غادي نبسطوا الامور، حنا نقولوا عنده واحد 80 مليار تاع الدرهم. هذيك 80 مليار تاع الدرهم كيستثمرها كل عام، فيها مثلا تقريبا واحد 80% نتاع لي زافوار الودائع نتاع السامر مسلفه للدوله على شكل دي بون دو تريزور، وهذوك لي بون دو تريزور كتجيب واحد النسبه نتاع الفائده كل عام، كتجيب واحد 3 4% على حسب السوق المالي. كذلك كيستثمر واحد شويه في لابورس، وكيستمر بحال دابا ديرنييرمون هذه واحد عامين كانت السامر شرات واحد شي 5 تاع لي سي اش بي، حق ظهور القضيه نتاع السي اش بي كان اللي ما عجبتوش. انا من الناس اللي كنقول مزيان يستثمروا الفلوس تاع التقاعد في المستشفيات العموميه، لانه بدون هذا الاستثمار تاع صناديق تاع التقاعد عمرها المستشفيات العموميه ما تقعد الراس، والا ما قعدتش الراس المستشفيات العموميه عمرها لامو ما تكون عندنا، لان لي كلينيك بريفي كيديروا النوار وكيمشيو لهم غير المحظوظين اللي عندهم الفلوس، والهدف تاعهم سورتو الفلوس هذوك يعني. ولكن بالنسبه للمستشفيات وظاير اليوم تقريبا 90% واحد 80% نتاع الفلوس نتاع لامو في الكنوبس كتمشي للكلينيك وتمشي في البريفي، ما كتمشيش للعمومي، لان العمومي ما قادرش يستقطب. اذا بحال ولا ان المزالط اللي عندهم الرماد يمشيو للمستشفى العمومي،
واللي عندهم الكنوبس اللي موظفين اللي شويه يعني لاباس عندهم الكنوبس واللي يقولوا عندهم لاسيرونس بريفي كيمشيو للكلينيك. رجعينا للعجز تقريبا العجز المالي سيندف. انا عارفه هذا الموضوع تاع الحمايه الاجتماعيه والصحه يؤرقك وكيطغى. دونك هذا العجز التقني كما قلت كان 5 تاع الملايير لي برودوي فيونسي جابوا واحد 3 تاع الملايير ولكن بقى واحد 2 تاع الملايير ما قدرش، وهذا هو العجز المالي. مقبل كان هذه تقريبا في 2015 2016 كان كيكون العجز تقريبا واحد المليار مليار ونص، كيكونوا لي برودوي فيونسي زوج نتاع الملاير كيغطيو داك العجز التقني، ما كانش عجز مالي. ولكن في هذه السنوات الاخيره ولا كيبان العجز المالي. لو ارسار تقريبا هذه واحد نقدر نقول لكم واحد 5 6 سنين عنده عجز تقني كل عام عنده واحد زوج ملاير ونص، وعندو لي برودوي فينونسي كيجيبوا له في لا موين واحد 5 تاع الملاير، كيخلصوا ديك زوج ملاير ونص تاع العجز التقني وكيتشف زوج ملاير ونص زايده. دونك هو عنده البيلون ما عندوش عجز مالي، عنده بالعكس فائض مالي. والوير سعر كان واحد الوقت راه 100000 تاع المستخدمين اللي كانت عنده مقابل تقريبا واحد 100000 تاع المتقاعدين، كان عنده الرابور ديموغرافيك بير كو لا سامر. ولكن هذاك لي برودوي فيونسي علاش؟ انه هو تابع للسي دي جي وما كيعرفوا فين يستثمروا فلوس وما عاطينش كلشي للدوله على شكل بون دو تريزور، كيدوروا الحركه كيروجوا الفلوس وكيغطيو ذاك العجز التقني. سامر الدوله رفع الفلوس نتاع 88% دايه لي بون دو تريزور، هذوك لي برودوي فيونسي ما كيجيبوا والو، وبالتالي العجز التقني غادي اوكي. لانه واحد الوقيته كان الودائع نتاع، خصكم تعرفوا واحد القضيه، بانه رغم هذا الزمان تاع التقاعد راه الودائع هذا رقم رسمي نتاع منشور في الموقع ديال لاكابس. لاكابس هي لاجونس دو كونترول داسيورونس اي دو بروتيكسيون سوسيال اللي تابعه الوصايه نتاع وزاره الماليه، كتقول بانه الودائع في 2019 بلغوا 319 مليار درهم. بون على دخلنا كاع صناديق تاع التقاعد، ولكن الا درنا مثلا غير السامر ودرنا غير ار سي ار والسنساس 260 مليار درهم. عرفت 319 مليار درهم راه فلوس صحاح، راه تقريبا واحد 30% من الناتج الداخلي الخام. يعني هذوك الفلوس لو كان كانوا عرفوا كيفاش يتوظفوا ما يكونش عز هذه سنين، ولكن للاسف لم يتم توظيفهم بالطريقه المثلى. دونك السبب الرئيسي نتاع هذا العجز هذا هو اولا توظيف ما بقاش كيف قلت لكم قبيله. بالنسبه للسامر كان اسباب كثيره، كان هذا الشيء نتاع سوء التدبير نتاع الودائع، كان واحد الوقيته ملي جاوا عند الدوله من داروا الاصلاح في 97 وقالوا وعطاو الصندوق بلا ما يعطوه دي ريزيرف، ومن بعد نط النقابات بدات كتقوت قالت ما يمكنش ديروا صندوق وفرا لي ريزيرف الشيطه اللي كانت عندهم 1930 ولا على الاقل من الاستقلال السياسي لبلادنا 1956. ناضت الحكومه واحد عطات واحد 18 مليار قالت حقا يعني 12 مليار نتاع يعني عطاتها البونسيون سيفيل واحد 6 تاع الملاير عطاتها يعني البونسيون ميليتير اللي كانت كيتسالو كان كيتاخذوا دوك الفلوس كياخذوهم من لو ريجيم تاع لي بونسيون سيفيل. ولكن داك الحساب حسبوا بوحدهم، ودار اللجنه اللي دارت نتاع البرلمان لتقصي الحقائق حول الازمه نتاع الصندوق وقفات عند هذا الشيء وقالت بانه هذاك الفلوس اللي عطاتهم الدوله كانوا قل من الفلوس اللي كانوا يستاهلهم هذاك الصندوق. وقالت كذلك بان مثلا التعويضات العائليه ما خصوش يعطيها الصندوق، التعويضات العائلية خص تعطيها الدولة كمشغل، لأن في السنساس كاين صندوق خاص بالتعويضات العائلية. كذلك سوء نتاع سوء التدبير نتاع هذوك الأموال، يعني ما كانش يعني في المستوى اللي كيسمحوا باش أنهم يعطيو يعني دوك الودائع يعطيو منتوجات مالية اللي تغطي ذاك العجز التقني. ولكن السبب الرئيسي راه هو الدولة ما بقاتش كتوظف، وهنا غادي نقول نعطيكم بعض الأرقام.
قبيله عطيتكم رقم ثلاثه نتاع الارقام، قلت لكم العدد ديال لي كوتيزون، عدد نتاع الناشطين بلغت 635000 2019، وفي 2018 كان 645000، و2017 كان 662000، وهذا الرقم غادي كينقص. ما معناه؟ عندنا مثلا تقريبا 650000 مقابل واحد 300 نتاع اليوروثريتي 393000، يعني راه فايته يعني النص. حنا غادي ناخذوا غير النص، ان النص هي 332000، حنا راه عندنا 393000 متقاعد. حنا غناخذوا واحد الحاله، نقولوا مثلا ناخذوا ثلاثه نتاع الناس، زوج نشطاء كيشتغلوا مقابل واحد متقاعد، هذوك زوج تاع النشطاء بشحال كيخلصوا؟ واحد 14%، والدوله تخلص عليه 14%، يعني المساهمه نتاع كل موظف 120%. حنا غادي ناخذوا ثلاثه باش نبسطوا الحساب، واحد عنده الاجر 10000 درهم، زوج عندهم 10000 درهم، وهذاك المتقاعد حتى هو خصو يشد 10000 درهم. هذوك الزوج اللي كيشدوا 10000 درهم بشحال كيساهموا ب 10000 درهم؟ 28%، واحد 280000 فرنك 2800 درهم، والاخر 2800. شحال غادي يجمعوا كل شهر؟ هذوك يجمعوا 5800 درهم، 5600 عفوا. ولكن هذاك اللي كيشد المعاش خصو 10000 درهم، اذا ما يقدروش زوج يخلصوا واحد، لان هذا هو النظام التوزيعي. هادو اللي قدامين يخلصوا على القدام اللي خرجوا للتقاعد. دونك الا بغينا واحد المعاش اليوم، الا بغينا هذا النظام يولي عنده ديمومه، خصنا العدد نتاع الموظفين اللي كاينين اليوم، هاد 650000 اللي كاينه، ولا خصها تضرب في زوج، خصو لي 1,300,000 باش نخرجوا من الازمه. اور واش الدوله قادره يوم توظف 650000؟ ما كايناش. دونك كان بعض الاخوان بالنسبه للسعر، هذاك المتعاقدين اللي ولاو يوظفوا، ولاو يوظفوهم في الاكاديميات وكيمشيو ينخرطوا في الارسعير، عطاو ان بوفي دوكسيجين للارسعير، بحيث الارسعير دابا تقريبا هذوك كانوا، هذه واحد العام اللي فات كانوا 55000، يمكن هذا العام والعام الجاي غادي، العام اللي فات وهذا العام غادي يوليو 100000. دونك بالنسبه للارسعير كان عنده 100000 تاع المتقاعدين، وعنده 100000 نتاع النشطاء، دابا غيولي عنده 200000، يولي عنده الرابور ديموغرافيك نتاع زوج مقابل يعني واحد، يمكن مع لي برودوي فينونسي اللي عنده مزيانين. لو ار سعر اليوم غير مهدد كما هو مهدد الاستثمار. شنو هاد لاكورب اللي عندي هنا؟ هاد لاكورب اللي كاين هنا اش كتقول هنا؟ لي ادروات كتشوفوا لا فليش ياك، ما نبارطاجيش معنا الاكران سي هندو، ما نبارطاجيش. لا اخا والله، هذا الجرافيك اللي هنا لتحت على اليمين، هذا اللي هنا طلعت شي شويه الاكران ما كيبانش مزيان، شويه الجرافيك يولي سنتر مزيان. مزيان دابا؟ مزيان مزيان. هذا اللي هنا الليمن، اش كيقول هذا الليمن؟ هذا اللي هنايا اللي فيه لي باطوني، كيقول لك انت 2016 كان لي فوند ريزيرف، الودائع اللي تكلمت عليها، هذه انيتود اللي كانت دارت 2016. بون هاد اللي شوف شويه تبدلوا 2016 لدابا، سون لي بريفيزيون، سيتي دي بريفيزيون، ولكن تقريبا هما هما. اش كتقول في 2016؟ كانوا 83 مليار درهم، كل عام كينقصوا كينقصوا، وفي 2027 ما يبقى حتى ريال، يولي هذيك الودائع كلها. اش كيقول القانون؟ القانون كيقول لك ملي كيوليو الودائع يلاه يكفيو عامين نتاع لي بريستاسيون، خص الدوله تدخل وتزيد. وقيل عطيتكم واحد الرقم، قلت لكم لي بريستاسيون في 2019 28 مليار، وعرفتوا شحال ولاو 2020؟ 2020 ولا 35 مليار. بمعنى رحنا هنا كاينه 3، ودابا هذا ماشي بالرقم، هو 73 بالضبط، الرقم اللي كاين دابا هو 75 في 2020 كان. دونك يلاه دو زون، بمعنى ان الحكومه خصها دابا راه غير كاينه الانتخابات، وراه ما بغاوش يقيسوا هذا الملف، ولكن يكونوا على يقين بانه راه غير تنصب الحكومه الجايه
اول اجراء غادي يجولوه هو غادي يقيسوا هنايا عاود اصلاحات اخرى، وبالتالي هذا الشيء غادي لانه الى بقات الوضعيه غادي بحال هكذا غادي يجي واحد الوقت ما عندوش باش يخلص. شنو هاد لاكور كتبين؟ كتبين بانه هذا لو ديفيسيت يعني كل عام غادي يبقى هابط غادي يوصل في 2027 35 مليار ياك، وما غادي يولي يعني يطلع حتى يعني من هاي راه كاتبين هنايا يعني من 47 48، بمعنى هذا الجيل اللي خدام دابا تيكي يمشي ينقرض وعاد ويتبدل داك الرابور ديال هاد المتقاعدين كلهم يتوفاو ويمشيو بحالاتهم وغيوليو قلال، وعاد يمكن هاد النظام يولي يعني يتقعد. هذه في حالة ما هاد السيناريو، حالة ما إذا كان الروم بلاسمو يعني ديال هادو يعني الريجيم أوفير ماشي فيرمي، ماشي الناس اللي يبقاو هما التوظيف، يعني التوظيف يمشي بهاد الطريقة اللي تقريبا كيمشي قد الناس اللي كيخرجوا قد الناس اللي كيدخلوا، غادي يعطينا هاد لاكور. لأن اليوم شنو هما الالتزامات تاع هاد الناس اللي قدامين دابا؟ لا فالور ديال انت حمل الناس اللي خدامين دابا كلهم اللي متقاعدين واللي مازال خدامين، ملي غادي يوصلوا للتقاعد بشحال غادي يشدوا في التقاعد؟ داكشي اللي لونغاجمون الا بغينا نقولوا اللي كيسالوا اللي خدام واللي في التقاعد كيسالوا 987 مليار درهم، راه هادو راه فلوس يعني صحاح بون. هادو 797 هادو اللي يعني اللي خدامين اللي كانوا خدامين في 2016 اللي كانوا خدامين واللي راهم متقاعدين، وهادو ذروة فيتور هما اللي عاد غادي يتوظفوا من بعد غيكونوا قلال دوك 166 يعني مليار. دوك بمعنى انه النسبة ديال التمويل نتاع هاد لدات اللي غادي يكونوا على السامر في المستقبل يلا 37%، بمعنى خاص لو فينونسمون تاع ديال 63% او 62.5% اللي خص ملايا الدوله مين غادي. دونك هما كيقلبوا باش يصيبوا الحل على حساب يعني سي هندو في لا سمحتي لي. دونك تيتبين من الشرح اللي عطيتيه مفصل انه هذا العامل الديموغرافي كيأثر بشكل كبير، كذلك عامل ديال توظيف الإذاعات او ودائع الصندوق حتى هي كتأثر، العمليه ديال كيبقى عليها علامه استفهام ديال استرجاع مساهمة الدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة في نظام الحكامة ديال هاد المؤسسات، كاع هادو نقاط اللي كتبقى عالقة وكتسائل الدولة في مسؤوليتها في إصلاح هاد النظام. دونك من هنا كنخليو هاد النقاط غير آخر جملة بغيت نقولها هو برمي لي سيناريو، لان نقول لكم واحد القضية حتى واحد ما عارف كما هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك أسيدي عنده، هو أننا حنايا كانت لجنة تقنية يعني كان هذا الوضع قائم خرجوا بواحد المجموعة تاع واحد الإصلاح مقياسي، دابا كاين الدعوة لإصلاح اللي هو شامل لهاد المنظومة. دونك أشنو هو التصور ديال المركزية، تصور ديالكم كفاعل في هذا المجال للإصلاح اللي ممكن يغطي واحد الجزء من العجز الحاصل، وقراءتكم لا بروبوزيسيون اللي كاينه حاليا اللي بيشتغل عليها الدوله؟ alors غادي نقول لكم رايي الشخصي بالنسبه للازمه. بون كاين بزاف نتاع السيناريوهات اللي طرحوهم مكاتب تاع الدراسات، parmi les scénarios واش باقي داك البارطاج ولا ما بقاش؟ لا حيتي صافي باقي كتشوفوه. alors كيفاش عندنا بالنسبه كتشوفوه مازال؟ انا ما كيبانش عندي باش كاين واخا ماشي مشكل. بالنسبه
داكور دونك انا راه حيد صافي. الو بالنسبه لهذه الازمه اللي كاينه هي ازمه كبيره يعني عميقه كما قلت، ماشي قضيه نتاع مليار ولا زوج، راه الملايير راه نتاع الدراهم. اللي كاين بزاف نتاع لي سيناريو اللي ممكن كيفاش نتجاوزوا هذه الازمه. السيناريو الاول هو ان الدوله تولي تخلص المعاشات، تولي كي العهد السابق تاعها، تولي تخلص المعاشات كما كتخلص الاجور كما كانت من قبل، كما اللي في فرنسا اليوم. فرنسا مع الموظفين تاع فرنسا ما عندهمش صندوق تاع التقاعد، حنا في حق سيدونا، حنا سيدونا نهار الاول ملي جاو وداروا صندوق وقالوا لنا غادي تكون دول استقلاليه لان ما تشاوروا لا مع نقابات، ما داروا دراسه اكتواريه، لان كان حوار اجتماعي وتشاوروا، وكنا ربما نوصلوش في هذه الازمه اللي حنا وصلنا لها. ساعه ما فكروا غير تخلصوا من ذاك الصندوق، وربما هذوك الناس ديك الوقت اللي داروا ذاك الاصلاح مسؤولين كانوا مقبلين على التقاعد، وشافوا ربما راسهم قدوا التقاعد لهم وراء ومن وراء الطوفان. اليوم مثلا نظام المعاشات العسكريه ما قاسوهمش في الاصلاح المقياسي، خلاو لهم 2600، خلاو لهم اخر اجره، كيخلصوا الثلث الدوله الثلثين، والدوله كتخلص العجز كل عام. هذا العام 2019 العجز كان بلغ 2 نتاع الملاير تاع الدرهم، الدوله خلصته. دونك يقدر يديروا بحال المعاشات العسكريه، انه ما لان هذا اختيار تاع الدوله، الدوله ما بقاتش كتوظف. نعطيكم واحد الرقم، النسبة نتاع العاملين في القطاع العام في المغرب كيبلغ 9% من الساكنة النشطة، عندنا تقريبا 1,100,000. إلى قارنا هذه النسبة مع دول مجاورة نصيبوا في الجزائر 25%. نقولوا الجزائر، نقولوا واخا سي با اون ريفيرونس، تونس عندهم 15%، نقولوا حتى تونس داروا أخطاء. فرنسا اللي هي دولة رأسمالية واللي عندها يعني قطاع خاص قوي على ديالنا يقدر يخلق فرص شغل، الوظيفة العمومية كتشغل يعني القطاع العام كيشغل 20% من الساكنة النشيطة. دونك حنا أضعف نسبة نتاع التشغيل نتاع الساكنة النشيطة كاينة في الدول نتاع البحر المتوسط هي اللي كاينة في المغرب. دونك هذا اختيار اختارته الدولة وخصها تحمل المسؤولية نتاعها. دونك الحل اللي باين واللي هو الدولة تخلص الاجور، ولكن واش الدوله قادره ولا ما قادرهش؟ كاين اللي كيقول لك الدوله تحمل مسؤوليتها، بون كاين اللي كيقول لك الحل اللي دابا اللي كيروجوا له هو اننا ندمجوا النظامين، يكون قطب عمومي ويكون واحد يعني قطب خاص بالقطاع الخاص. القطاع الخاص نتاع القطاع. إذا اليوم دمجنا الارسعار مع السابر، بون لو اسعار حتى هو كيعاني موحد الرابور ديموغرافيك اللي يلاه كيتقاد دابا مع هذوك المتعاقدين. يمكن الى واحد الوقيته وصلوا يعني 200,000 وكانوا 100,000 يمكن، ولكن حتى هو راه عايش ليه بهذاك يعني لي برودوي فينونسيين تاع الودائع نتاعو. حتى هو راه الى بقى غادي بحال هكذا راه حتى هو غادي واحد الوقيته غادي بون. المقاييس 2% عندهم 2% يمكن يحيدوا التسقيف بالنسبه للارس ار، وغادي يحيدوا لاكتواليزاسيون ويديروا حتى هما لا مويان تاع لي ويدرني الزهر. وهما هادو الناس على الارس ار، الاخت فاطمه الزهراء كانت حضرت معنا في واحد العدد تاع الاجتماعات كنا درنا مع المسؤولين تاع الارس ار، هما كيقول لك حنا نديروا هذه القضيه ما عندناش ان امباكت، هما بالعكس باغينها، ولكن الا جمعوهم زوج سيتشبث غريق بغريق فيغرق الاثنان، فيغرق الاثنان. ولا ضفنا ليها سي الهندوف هادشي ديال القطاع غير المهيكل اللي ممكن يتدمج حتى هو في هذه المنظومه ديال التقاعد. الو الا دمجنا القطاع الغير المهيكل كانت واحد السيناريو كنقترحوا لذاك البيرو ديتود في اطار ديك اللجنه نتاع الوطنيه لاصلاح انظمه التقاعد، كانوا داروا واحد الدراسه واحد البيرو ديتود اكتواريا وجاب لهم واحد السيناريو. شنو قال لهم واحد السيناريو؟ قالوا غادي نديروا الريجيم يونيفرسال المغاربه كاملين في ماكسيموم دو فوا لو سميك، وفوق لو سميك غادي يولي
لا روتريت كومبليمونتير بار كابيتاليزاسيون، بمعنى انه بحال شي بحال شي توفير صندوق تاع التوفير داك الشيء اللي شاف. ولكن هنا كينسى واحد القضيه، واحد القضيه مهمه جدا بغيت نقولها. كاين شي واحد كيقول لك اودي البديل تاع هادشي هو اننا نديرو الكابيتاليزاسيون. ما معنى الكابيتاليزاسيون؟ لان هذا نظام توزيعي وكاين نظام تاع الراسماله. توزيعي وهو التضامن، جيل كيخلص على جيل. ولكن الراسماله ما معناه؟ كتعطي انت كل شهر كيشدو دوك الفلوس كيستثمروهم كيجيبوا فوائد، وهذوك الفوائد بهم انت يعني بهم باش كيخلصوا معاه. ولكن ما ينسى واحد القضيه، راه حتى في الراسماله كاين تضامن ما بين الاجيال. علاش؟ لان انا اليوم كوتيزيت في الراسماله ياك، هما غادي يمشيو يعني يستثمروهم، هذوك الفلوس راهم مستثمرين. من هنا ل 20 عام الى الناس ما بقاوش كيساهموا، الناس ما بقاوش كيساهموا، بما ان الراسماله يقول لك انا ما نساهمش، مين غادي يخلصك داك الصندوق تاع التقاعد الا بقات الناس ما تساهمش؟ داك الفلوس اللي عطيت له انت راه واحد الطرف خلص به الناس، واحد الطرف استثمروا. لان دوك الفلوس ماشي غادي يجي يحطهم ويسد عليهم في واحد البلاصه ويقول هذو الفلوس نتاع فلان وغادي يبقى يسد عليهم، راه سي دي زيكريتور كونطابل، راه يمشي يستثمرهم يروجهم. ولكن هو واحد الوقيته الناس ما بقاتش كت يعني كتستثمر، ما بقاش الناس باغا داك التقاعد الجيل المقبله وحبسوا، راه كلشي غيدير فايت. دوك ميم الراسماله فيها تضامن ما بين الاجيال، غير هو الطريقه نتاع الحساب اللي كتختلف ما بين نظام توزيع والنصب. ولكن مزوج راه فيه التضامن ما بين الاجيال، لان باش غادي يخلصوا هذاك من هنا لقدام غادي يخلصوا بالمساهمات تاع هذوك اللي غادي يجيو لنا لقدام، غادي يخلصوا منهم هذاك ويستثمروهم عاود باش هما يديو شويه نتاع الربح وهلم جرى. دونك انا كنشوف بانه انا ما بانش ليا شي، نقول لك على الاقل اليوم يكذب هذيك الكذاب اللي يقول لك بانه عنده وضوح. داير هاد ليتود اللي كانت الحكومه طلبتها هذه عامين بشي بيرو ديتود، راه جابوا لهم اون بروميير فيرسون وطلبوا منهم يعاودوا، لان داك الشيء راه ما اما القضيه نتاع يكون الريجيم يونيفرسال فيه دو فوا لو سميك وفوق منه سير دير التقاعد التكميلي ما خدامهاش بالنسبه للمتقاعدين. شكون غيخلص المتقاعدين اليوم؟ راه كيسالوا اخرجوا للتقاعد راه الملاير كيديروا يخلصوا هذا العز هذا. لنفرض هما دابا غادي يجيو وغادي يديروا مثلا يعني اصلاح اخر مقياسي سي سور، بابا غيزيدوا في السن تاع التقاعد، واخا كاع يطلعوا السن تاع التقاعد 70 عام، فين غادي يزيدوا في ديك 24 راه 28% النسبه نتاع المساهمه بين الدوله، فين غادي يزيدوا؟ ما كاينش شي نظام في العالم اللي فيه 28%، يزيدوا كاع 35%، غادي يهبطوا كاع ديك 2% يزيدوا يهبطوا فيها يديروا فيها 1.5 بالنسبه لهذول الناس الجداد. ولكن راه كاينه الملاير كتسرى قبيله، قلنا راه هاد اللي خدامين دابا راه كيسالوا 900 مليار درهم، مين غادي يجيبوها؟ دونك انا شخصيا ما كيبانليش يعني شي حل من غير، وحتى ذاك الحل واش الدوله قادره دير ولا ما قادرهاش دير. انا بصراحه انا ما قادرش اليوم يعني انا نقول بانه، ولهذا انا كنوصي واحد القضيه، نوصي بغيت نعطي واحد بالنسبه للاخوان اللي خدامين في الوظيفه العموميه وحتى في الارسائر، هذاك النظام التكميلي سواء روكور ولا سواء النظام التكميلي كان في السامر، اخواني يمشيو يساهموا فيه. علاش؟ لانه غيربحوا. انا نقول لك علاش غادي يربحوا. بحال دابا الانسان مثلا اللي نفرض مشى دار نظام تكميلي اللي خدام في الاداره مشى دار في السامر ولا، وكيخلص مثلا كل شهر 1000 درهم غادي يقطعوا له. الا كان واصل هي ديك لا ترونس سوبيريور فيت البروت نتاعو 15000 درهم، غادي يربح 38% في الضريبه عند الدخل.
بحال دابا مثلا هو راه غادي يحيدوا له 100000 فرنك ولكن غادي يربح 38000 فرنك في الضريبه عند الدخل، بمعنى بحال اللي راه غادي يخلص غير 62000 فرنك. دونك هاد القضيه مهمه جدا، وانا دائما كنقولها فاش ما كان شي درت شي عرض على التقاعد كنقول للشباب، كنقول لانه راه هادشي راه ما مضمونش. واليوم الا ما جمعناش طرفنا كذلك وحدنا وجلسنا وتذكرنا ان واحد الغلط نقولوها، واحد الغلط درناه الحكومه نتاع ديال ما جلسناش وجلسنا وتفاوضنا ودرسنا داك الاقتراحات وشفنا بانه اللي ضررنا واللي ما يضرناش. اخوان النقابات اغلبيه وكانت المزايدات، حنا كنرفضوا رفضا باتا تقيسوا لنا في المكاسب والحقوق تاعنا. مي كتقول هضره بحال هذه راه كتطلب موازين القوى باش تفرضها، ولكن ما كتكونش موازين القوى مختله ولا على قد الحال راه ما عندكش شي حل من غير تدخل بهذاك ميزان تاع القوه اللي عندك واحد شويه تحاول باش يكون اقل ضرر، سينو راه غادي لان هذا الشيء كيحيل لنا السي الهندوف باش نتسائلوا على المصير تاع هذيك اللجنه اللي سميت بلجنه ثلاثيه وكانت تشتغل على الاصلاح، واش بقى حيه ولا رحمه، واش مازال كنتسناو منها انها تكون هي اللي غادي تفاوض وهي اللي كيقولتي هنايا غادي تعطي. هذيك اللجنه كانت لجنه استشاريه تقنيه ماشي تقريريه، كانت تقنيه كتوجد ولكن اقبرت، الحوار الاجتماعي اقبر. يعني في 2014 ديك اللجنه ما بقاش اجتماعات ولا بقى الحديث عليها ولا يعني نقول لك واحد القضيه دابا هذه الازمه مقدم يعني نقول لك هذا مشكل مفلس عارف الحكومات ما عندوش حل. من جات الحكومه نتاع جطو اش دار جطو؟ زاد طلع 7% ل 10% ودار اللجنه ديال يعني اصلاح الانظمه تاع التقاعد دازت الحكومه نتاعو. من جات الحكومه نتاع عباس الفاسي ما قاسش هذا الموضوع، ما بغاش تقيس فيه لانه عارفه بانه هذا ما عنده موضوع ما عنده حل. شنو دارت؟ خلات الازمه دوز، ما جاش العجز التقني معاها، ولكن الحكومه من جا بن كيران جا مع العجز، ماشي هو اللي اختار يمشي لذاك الموضوع، الموضوع جا عنده. دونك دار اجراءات لا شعبيه، اجراءات اللي كان فيها يعني الحقره صح. دونك في هذه التجاذبات كما قلت يا سي هندوف باش نمروا للمحور الثالث، حيت حنا راه دزنا على الوقت ديال الندوه، ونمر للمحور الثالث مع الاخت اليحيوي باش نهضروا على التاريخ والافق النضالي من اجل اصلاح حقيقي وشامل لانظمه التقاعد. والاخت اليحيوي في الاستماع دونك كانت مجموعه من التجاذبات السياسيه والضغوطات امام صانعي القرار العمومي ومن خلال الحكومات المتعاقبه لمحاوله تمرير واحد المجموعه ديال قوانين الاصلاح، وكان من الضروري على النقابات ان تقف امام هذه المحاولات التمريريه. دونك غنبغي من عندك الاخت الحيوي تحدثينا على تجربه الاتحاد المغربي للشغل اللي قام بها للتصدي لتلك المحاولات. دونك ما هي أهم المحطات النضالية اللي قام بها الاتحاد في هذا الصدد وتلك التي انخرط فيها بعد إقرار قانون التقاعد رقم 72/14 شتنبر 2016؟ تفضلي الأخت الحيوي. شكرا الأخت حنان، أنا جد سعيدة مرة ثانية وكنحيي المتتبعين جميعا. المسألة ديال التقاعد هي قضية وطنية، نقدروا نقولوها بكل زعما الصراحة، قضية وطنية مرتبطة بكل ما هو اجتماعي. الاتحاد المغربي للشغل خدع على عاتقه منذ سنين المسألة ديال الدفاع عن قضايا الطبقة الشغيرة وخصوصا مسألة الحماية الاجتماعية وعلى رأسها التقاعد. بطبيعة الحال ذكر الأخ بزاف ديال المراحل اللي مرت منها القضية ديال الإصلاح، ولكن انا غادي نحاول نركز اكثر على مساله المراحل النضاليه للاتحاد المغربي للشغل سواء في الساحه سواء في كما كيقولوا في واجهات اخرى. وممكن انني نجزء هذه المراحل النضاليه المراحل
كان فيها المرحلة اللي هي ما قبل المناظرة الوطنية اللي كانت انعقدت بالرباط في 2003 دو جنبير. هاد المسألة ولا في هاد السنة تمكننا من مثلا مكنات الخلاصات ديال التقرير الشمولي حول نتائج دراسات الاكتوارية الخاصة بأنظمة التقاعد، والتقرير الخاص كذلك بتناول سبل إصلاح أنظمة التقاعد من إدراج، ولأول مرة الأخت حنان والإخوان كاملين اللي متبعينا ملف إصلاح منظومة التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في اتفاق 30 أبريل 2003. علاش نص هذا الاتفاق كذلك على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد والتي انعقدت في دوجنبير من سنة 2003 واللي شاركت فيها بطبيعة الحال كل الفعاليات المعنية بهذا القطاع. مرحلة اشتغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ما بين 2004 حتى 2014، وراه ذكر الأخ الهندوف أن هذه اللجنة فيما بعد قد أقبرت، ماشي غير ما جاش مسألة صدفة، بل غادي نشوفوا علاش هذيك، واخا هي كان مسألة أنها تشاورية معها ولا كذا، ولكن كان واحد الواجهة النضال هناك في داخل اللجنة التقنية. هاد المناظرة الوطنية فرضت مشاركة النقابات والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم تفعيل التوصيات بإحداث هذيك في سنة 2004 هذيك اللجنة، وهي لجنتين في الحقيقة، كاينة لجنة وطنية برئاسة الوزير الأول آنذاك والأمناء العام للنقابات الأكثر تمثيلية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. تعنى هاد اللجان بملف أو بملف إصلاح أنظمة التقاعد، وكانت لجنة تقنية تضم ممثلي الوزارات المعنية مختلف أو ممثلي كذلك ممثلي أنظمة التقاعد والنقابات وأرباب العمل. جات المرحلة ديال انفراد الدولة بإدخال تغييرات المقياسية على الصندوق المغربي للتقاعد من 2014 إلى 2016. ولكن المثير في هذه المرحلة هو أنه في 2014، والمثير للاستغراب أنا ذاك كرئيس الحكومة اللي هو السيد بن كيران كان طلب من المجلس الاقتصادي الاجتماعي باش يعطيه رأي حول الإصلاح ديال أنظمة التقاعد، ولكن السيد بن كيران ما تسناش رأي ديال المجلس الاقتصادي الاجتماعي ونزل مشروع قانون في هذه المسألة، ومشى به هربوا أول مرة في 2014 المجلس المستشارين أو للبرلمان. هنا خدمات الاتحاد المغربي للشغل أو النقابة إلى بغينا الاتحاد المغربي للشغل في مقدمتها على إرجاع هذاك القانون، أو على الأقل وقفوا هذيك المسألة على أساس أنه ما يتمش الفوت ديالو أو ما يتمش التصويت عليه في هذيك المرحلة في هذه المسألة. علاش؟ لان داك المرسوم جا بواحد الطريقه اللي كما قلنا ما تسناش الراي، وهي مؤسسه دستوريه، واخا حتى كانت مساله اللي هي ديال التشاور ولا كذا ابداء الراي، ولكن يعتد براي هذه المؤسسه. وحنا فهمنا علاش هذه المساله دارها السي بن كيران، لانه عارف انه المجلس الاقتصادي الاجتماعي فيه النقابه وهي اللي كتناضل من داخله. وبالفعل تم إرجاع هذاك أو على الأقل إرجاع أو تعطيل هذاك القانون، ما تمش تمريره آنذاك. إلى جانب هذه الواجهة كان نجاح الإضراب الوطني اللي عرفوه المغرب يوم 29 أكتوبر في 2014. هذا الإضراب أش درنا؟ دار واحد مسألة إيجابية، أنه عجل بمناقشة الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد مع النقابات، حيث صارعت الحكومة آنذاك أسبوعين بعد هذا الإضراب زعما تطلب الجلوس مع هذه النقابات اللي هي الأكثر تمثيلا إلى طاولة المفاوضات. وفي إطار اللجنة كذلك كانت هذه الواجهة هي نضالية، في إطار اللجنة الوطن في إطار بطبيعة الحال اللجنة الوطنية باش يتم المناقشة ديال الإصلاح ديال أنظمة التقاعد. وهذا الشيء كان كنظن من بعد تأجلات من بعد أسبوعين هذا اللقاء، وتطلب لقاء في جوج دو جانبير 2014. خلال هذه المسألة تميزت واحد الجانب في هذه المرحلة بالهجوم على مكتسبات التقاعد، حيث أصدرت وزارة المالية واحد دراسة اكتوارية سنة 2001 تحت عنوان سيناريوهات إصلاح نظام التقاعد بالمغرب. أهم تدابير اللي اتخذت في هذه السيناريوهات
هي التي تم رفضها فرضها في سنة 2016، وحنا كنعرفوا اللي كما كنقولوا ثلاثي الملعون، هذاك الثلاثي الملعون المشؤوم هو الزيادة في سن التقاعد، الاقتطاع يكون حتى هو مرتفع، وبالتالي كانت المسألة اللي هي إذا سن التقاعد وزيادة في الاقتطاع زائد الزيادة في سن التقاعد اللي هي مسألة اللي كانت مرفوضة بالنسبة للنقابات، واللي هو احنا كنعتبروا أنه كان إصلاح غير شعبي ولا يمس بصلة أو لا يمت بصلة للاهتمام بالطبقة العاملة. دونك قلنا الزيادة الإجبارية في سن التقاعد، الرفع من الاقتطاعات وتقليص قيمة المعاش، وبطبيعة الحال هذه المسألة في 2016 راه تفرضت. عندنا في هذه المرحلة كذلك أو يمكننا نقسمها لمرحلة ثانية، هو خوض النضال على الواجهة اللي هي اللجنة التقنية اللي كان وصل عدد اجتماعاتها أزيد من 80 اجتماع، واللي تقريبا كانت تجتمع كل شهر، واللي عرفت صراع قوي حيث استطاع الجانب النقابي أن يسقط محاولة الحكومة آنذاك في عهد السيد عباس الفاسي باش ما يتمرش هذيك السيناريوهات. وبالتالي هذيك السيناريوهات كلها كانت مبنية على المقاييس وحسب الإملاءات ديال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. دونك هاد المسألة كانت بطبيعة الحال النقابات واعية بها، ومن هنا خذوا واحد النضال وداروا مراسلة في هاد الاتجاه، الشيء اللي جعل أنه رئيس الحكومة آنذاك يرجع على هاد القرار، ولكن للأسف جا السيد الكيران وطبق هاد القرار بحذافيره. كانت الواجهة الأخرى هي الاحتجاجات النقابية، والاتحاد المغربي للشغل كان في طليعة هذه المسألة، نظرا لأنه هذاك الإصلاح كان جد مجحف، وكان مسألة أخرى أنه هذا النضال على الإرساء على السامير ما نساناش في نضالاتنا على الإرساعير، لأن حتى المنخرطين في هذا المجال كانوا الناس اللي هما متضررين وكيعيشوا الحيف وكيعيشوا الظلم بجميع تجلياته. المرحلة الثالثة تم فيها فرض البرنامج الحكومي وفق مقاربة أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع للأسف في مجال إصلاح التقاعد، اللي هي مسألتهم مجتمعية درجة أولى، وكان خصها تكون بالتشاور وبالتوافق باش يقدر ينجح هذا النظام أو لهذا الإصلاح. عفت هذه المرحلة واحد الصراعات، وأكيد أن الجميع ولا الإخوان كاملين ديالنا عاشوا هذه المرحلة من صراع ضد هذا لتنزيل هذا الإصلاح، وتنظمات مسيرات شعبية وإضرابات وطنية سواء الوطنية أو القطاعية أو الوقفات الاحتجاجية. نذكر من غير على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال كان عندنا الإضراب العام الوطني لمدة 24 ساعة بالإدارات العمومية والجماعات المحلية في 31 مايو 2016، مصحوب باعتصام أمام البرلمان، وعلى إثر عقد اللجنة المالية بمجلس المستشارين من أجل تمرير الإصلاح المشؤوم لنظام التقاعد، ورغم التزام الحكومة بمناقشته ضمن الحوار الاجتماعي، بمعنى أنها خلات وخالفت الوعد ديالها في هذا المجال. إذن تمت المسألة في 2016 في 14 يونيو، وكانت هناك وقفة احتجاجية نظمتها الاتحادات الجهوية والمحلية بالرباط في 25 يونيو 2016 أمام مقر البرلمان مرة ثانية ضد تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة واستفرادها باتخاذ القرارات اللي هي بالنسبة لها. جات كل هي التنديدات والاحتجاجات على انفراد الحكومة بمعالجة ملف التقاعد وعدم تفاعلها، حيث ما ننساوش أن الاتحاد المغربي للشغل اختي حيوي ما كنسمعوكش، مشى الصوت، اكتيفي الصوت، ما عندك ميكرو في مشى لكم الصوت فاش من صحيح. دونك التنديد والاحتجاجات على انفراد الحكومه بمعالجه هذا الملف وعدم تفاعلها مع المذكرات اللي كان صدر الاتحاد المغربي للشغل وكان رسلها، وهي مذكرات ذات قيمه وذات وعطت فيها مقترحات، ماشي مذكرات للاحتجاج بل هي مذكرات فيها مقترحات قيمه وكان ممكن الاخذ بها
وفتح الحوار الاجتماعي في هذا الإطار، وتم المعالجة ديال هذه الإشكالية ديال أنظمة التقاعد بشكل توافقي بين الفرق الاجتماعيين بطبيعة الحال اللي ما ممشاش فيه الحكومة للأسف، بل عمدت إلى تهريب هذا الملف من جديد للمجلس المستشاري. وأكثر من هذا، فهذه الاحتجاجات انتقلت من خارج البرلمان إلى داخل البرلمان، وإحنا بطبيعة الحال كمستشارين برلمانيين درنا اعتصامات داخل المجلس. كان هناك انسحاب من اللجنة احتجاجا على المسألة أو عدم التوافق على قضية دراسة هذا القانون. أكثر من ذلك، أنا والأخ ذكر باقي كنذكر كان دخلنا كنحتجوا وكان قدم استقالته من اللجنة المالية احتجاجا على هذا اللي احنا كنا كنعتبروه تعسف حق الطبقه العامله، انه يتمرر بطريقه اللي المفروض انها تمرر عبر طاولات الحوار الاجتماعي. من بعد ما تمرر هذا، واكثر من هذا احنا درنا ماشي غير الاعتصامات، بل حتى في داخل الجلسه خدينا لي بونكارت ونحتج وكذا، وربما راه كاملكم كنتم متبعين هذه المساله. اكثر من ذلك، انه مثلا النقابات بمجلس المستشارين وعلى رأس الاتحاد المغربي للشغل عمل مع المعارضة على تفعيل واحد الآلية، واللي ذكر قبيلة الأخ هندوف، الآلية الدستورية بطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوضعية المالية والإدارية للصندوق المغربي للتقاعد، وتم تشكيلها بطبيعة الحال وخرجت بنتائج. ولكن للأسف بالرغم من هذه النتائج، بحال ما كانش واحد سويت لهذه المسائل، كانت مسائل واضحة، وكان أنه كان واحد النوع من 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 تبدير، كان واحد النوع من أشياء اللي هي كان ممكن نقفوا عندها وممكن حاسبوا المسؤولين على هذه المسائل. وتنعود نرجع للإرسائر، نضالنا في اتحاد مغربي للشغل مستمر ولا زال مستمر من أجل رفع الحيف على منخرطات ومنخرطين كيف ما بيكون الانخراط ديالهم لهذه الأنظمة، خصوصا وان هذه الانظمه للاسف حنا كنقولوا كنعيشوا مشاكل، المفروض ان نعيشوا المشاكل لو كان عندنا لوطو ديال الشيخوخه طالع بحال دول اخرى، ولكن المشكل عندنا حنا ما كاينش في هذا الاطار، بمعنى انه حنا عندنا الشباب النسبه ديالو طالعه من ضمن الساكنه، وعندنا مثلا نسبه الشباب راه كان من 15 سنه حتى 59 سنه، بمعنى ان هذا الارتفاع راه المفروض انه يساعد في قضية تنمية وإنماء الصناديق ديال التقاعد، الشيء اللي ما حصلش. علاش؟ لأنه غادي نفتح واحد القوس لأسباب. السبب الأول، لأن عندنا تعدد بعدا ديال الأنظمة كذكر الأخ الهندوف. كاين السبب الثاني، هو أن نسبة التوظيف لا تتجاوز 45% من السكان النشيطين. كاين السبب الثالث، هو ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، وبالتالي حتى نسبة البطالة صعدة بزاف، الشيء اللي ما كيساعدش على انه غادي يكون عندنا واحد القاعدة موسعة اللي هي غادي يدخل في اطار التقاعد. كاين نسبة المساهمين اللي هي قليلة ولا تزيد على الثلث. كاين مسألة اخرى كما ذكرت قبيلة الاستاذة حنان مع الاخ الهندوف، هي مسألة انتشار القطاع الغير مهيكل، وكنعرفوا انه القطاع الغير مهيكل ما كايش يصرح بالطبقة الشغيلة عنده، وهذا مساهم بشكل كبير في إضعاف القاعدة ولا إضعاف المشاركات والمساهمات في الصندوق في صناديق ديال التقاعد. كاين مسألة أنه كاين عندنا واحد الشرائح واسعة من المهنيين المستقلين، طبيعة الحال كان خرج واحد القانون على قضية الحماية ديالهم، ولكن ما كيشاركوش في هادو، ما واخدهمش الدولة بعين الاعتبار باش نقدروا نبنيو عليهم توسيع القاعدة، وبالتالي ممكن أنه المساهمة ديالهم ترفع شوية من المستوى ديال الميزانية ديال الصناديق. أكيد كلها أسباب الأخت اليحيوي اللي دفعت الأزمة ديال هاد الأنظمة. غير أنا كنت بغيتك تتكلمين على التجربة ديال الجبهة ديال إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تكلمين على هاد التجربة اللي تنظن هي آخر تجارب في هاد في مجال النظام من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، وهو كان تجربة كانت خلقت واحد الزخم في 2019 إلى بغينا نقولوا قبل من الجائحة،
وإلا ممكن تتكلمي لنا على أهم المطالب اللي تبنتها هذه الجبهة والتطورات اللي عرفتها من بعد جولات الحوار، حيت كنعرفوا أنه كان مع النضال أكيد كانوا جلسات ديال الحوار. واش كان شي نقاط اللي عرفت تطور تحدثتينا عليها في الأخير باش نلخصوا العمل ديال الجبهة؟ شنو الآفاق ديالها؟ واش كاين شي برنامج مستقبلي، ولا حتى هاد الجبهة هي ممكن نقولوا أنها ولات في الغيب، ولا في الماضي؟ نعم، تفضلي الأخت يحيى. كيف تعرفوا الأخت حنان، الجبهة عرفت الوجود ديالها بطبيعة الحال، راه هو امتداد لواحد اللجنة كانت في داخل الاتحاد المغربي للشغل تناضل من أجل هاد المنخرطين في الإرساير. هي ماشي اللي بغينا نقولوا الجبهة، هي امتداد ماشي وليدة اللحظة، حتى وإن كانت مثلا هي من ضمن مخرجات اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل اللي انعقدت في 17 أبريل 2019. وبطبيعة الحال تم تأسيس هذه الجبهة بتاريخ 2 ماي 2019، كان من الأهداف ديالها هو رفع الحيف والظلم على هذه الفئات ولا المنخرطين في نظام جماعي لمنح نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. كنا درنا وقفات، كنا درنا نضالات، كنا درنا مراسلات، درنا عرائض إلى غير ذلك. وجلسنا احنا والأخ الهندوف مع الأخت رجاء، مع بعض الإخوان ديالنا ممثلين ديال الأمانة وممثلين ديال المكاتب الجهوية اللي كانت عندنا هنا في الرباط والمكاتب المحلية، وخصوصا بالنسبة للقطاعات اللي هي منخرطة في هاد النظام. للأسف أكررها، لأنه المسألة كاين البلوكاج أو نيفو ديال الحكومة، على أساس أنه لا يمكن أن يتم إصلاح الإرساير إلا بتبني إصلاح شمولي، على أساس كما ذكر الأخ الهندوف، على أساس المسألة ديال القطبين، قطب عام قطب عمومي وقطب خاص. حنا بطبيعة الحال ما غاديش نقفوا، ربما شوية بهتات الحركية ديال الجبهة، وساهمت شوية الكوفيد، حتى هي ماشي ساهمت شوية، ساهمت ونزلت بثقلها على العمل ديال الجبهة. ولكن نحن لازلنا نناضل وسنبقى نناضل، وكما هو معهود إننا مصرين على رفع الحيف والظلم على هاد الفئات، خصوصا المنخرطة في الإرسال. كاين من ضمن الآفاق، بالنسبة للآفاق هو كنقولوا أن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية كاملة في رفع الحيف والظلم عن منخرطات صندوق جماعي لمنح رواتب التقاعد، لأنه لا يعقل أننا موظفي المؤسسة واحدة الدولة، وكل واحد كيتخلص، كل واحد كياخذ واحد التقاعد حسب الانتماء ديالو لصندوق ما، فهذا مسألة اللي هي مرفوضة خصنا نشتغلوا عليها، لأنه لا يعقل. حنا لا موظفين ديمقراطية على ما يقولوا. الدولة خصنا نتمتعوا جميعا بنفس الحقوق على مستوى التقاعد. كاين مثلا المطالبة باستثمار الاحتياطات في مشاريع اجتماعية لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق. علاش لا؟ لأنه الآن ملي كنخرجوا للتقاعد الإرساير، العنوان العريض هو الفقر والهشاشة توكوغ. حنا عندنا أمثلة كثيرة في مكتب التكوين المهني، وكاين أمثلة كثيرة في قطاعات أخرى. إذا كنخرجوا للهشاشة وتنوليو خصنا نخدموا أي شيء باش نلقاو القوت اليومي ديال هاد الناس، باش يلقاو هاد الناس القوت اليومي ديالهم، الشيء اللي هو مرفوض على أساس أنه العيش بكرامة مكفول بالدستور. وكذا عطيتو كمثال تاع بديل من بدائل الإصلاح، الأخت الحيوية نعم. ديال كاين الأنظمة. بديل آخر هو العمل على بلورة منظومة القطبين، ما دامت الحكومة كتحدث عليها، وما داموا كانوا تحدثوا على أساس أنه راه تعطى دراسة لواحد بيرو ديتود، ولكن لحد الآن ما خرجت نتائج البيرو ديتود، ما كاين حتى حاجة. إذا إلى متى؟ كاين الناس كتحتاج على أساس الكوفيد، حنا كنعرفوا بزاف المشاريع هي دايزة مع على الرغم من الكوفيد، كاين كوفيد ولكن كاين مشاريع قوانين داز، وكاين اشياء كثيره اللي هي كتبرمج وكاينه، ولما لا يبرمج هذه المساله ديال منظومه القطبين باش نشوفوا على الاقل اش كاينه. حنا كنطلبوا باش هذه المنظومه ديال القطبين تاخذ بعين الاعتبار كمرحله، مثلا ديك الاصلاحات المقياسيه والتدبيريه تهم كل الصناديق، وكمرحله اولى تهدف الى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنيه الصندوق المغربي للتقاعد
والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وفقا لان ما بغيناش ثاني نلقاو الحكومه ده حبسات راسها في واحد المنطق ديال ما هو تقني ما هو محاسباتي صرف دون مقاربه شموليه تضمن حقوق جميع ومصالح المتقاعدين. اذا احنا نرفض هذاك الطرح اللي كان داز به الاصلاح الاول، اذا خص واحد كما كنقولوا واحد المقاربه تشاركيه مع النقابات ومع اللي كيهمهم الامر باش نقدروا نخرجوا بسيناريو اللي كيحمي حقوق هاد المتقاعدين. كذلك وضع نظام جديد يتضمن تقاعد اساسي اجباري لكل الفئات الناشطه العامله والمهن الحره، وتقاعد تكميلي اختياري للفئات نفسها. وربما ذكر الاخ هذاك الكومبليمونتير كذا كذا هو اساسي واساسي جدا في حاله التذبذب وعدم وضوح الرؤيه في هذا المجال. الرفع من مناصب الشغل، لانه ما يمكنش توسع القاعده بدون ما نعملوا على رفع مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف اكبر عدد ممكن في هذا المجال، خصوصا اننا عندنا واحد الكم هائل من العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. علاش؟ باش تغطينا الاحتياجات اولا من الموارد البشريه وضمان توازنات الديموغرافيه على مستوى انظمه التقاعد. رفع وتيره الاستثمار المنتج الكفيل بتوفير فرص الشغل. علاش؟ باش نقدروا نوسعوا قاعده المشاركين دائما في نظام التقاعد وضمان حد ادنى معقول من المعاش لضمان كرامه المتقاعد. باش غادي تكون عن طريق نظام اجباري كما قلنا في هذه المساله. ومنين غادي نجيبوها؟ ماشي ثاني غادي نرجعوا لذاك اللي كيقولوا ذاك الساهل اللي هو الموظف نقتطعوا ليه من الاجر ديالو. لا، خصها تجي من الايرادات ديال الضريبه ويشمل كل الفئات. هذاك التقاعد خصو يشمل كل الفئات، ماشي وقت ما حصلنا نمشيو ثاني للجيوب ديال الموظفين ونقول لهم جبدوهاش عندكم. هذه مساله اللي خص شويه الحكومه تراعي هذا الجانب وتعرف انه راه الازمه تيعيشوها الموظفين في كل المستويات ديالهم. راه الا كانت واحد الفئه قليله اللي عايشه كما كيقولوا لحد القد فكاين واحد النسبه كثيره كتعيش مشاكل عديده في هذا المستوى. تنزيل مشروع حمايه اجتماعيه تنزيلا سليما. وحنا كنعرفوا ان بلادنا مقبله على ورش كبير وكبير جدا في هذا المجال. اذا حنا كنطلبوا من الحكومه باش تنزلوا تنزيل سليم وتوقف على النقائص التي قد يتضمنها، لانه راه ما عندناش شي قانون اللي غادي يكون منزل 100% زعما غادي يغطي كل شيء. اذا خصنا نوقفوا على هذه النقائص ونتداركوها والحرص دائما على الحفاظ على مكتسبات الطبقه العامله والا يتم تمويل مشروع من جيوب العاملات والعمال. وشكرا. إذن هذه كلها آفاق. إذن هذه كلها الآفاق واللي كان إلى بغيتي هي نوع من التوصيات ونوع من المطالب. الاتحاد المغربي للشغل في هذا المجال على أساس أنه الهاجس ديالنا كاتحاد مغربي للشغل هو الحفاظ على كرامة العامل، هو العيش الكريم، هو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في هذا المجال. وشكرا. بكل تأكيد الأخت اليحيوي. وكان نعود رد الكلمة للأخ الهندوف بالنسبة إلى كان عنده شيء إضافة بالنسبة لبدائل الإصلاح. ما لأخت حنان إذا بغيتي ما مركز شوية على الإصلاحات اللي خص تكون في الإرسائر من بعد رجع من بعد أخ اسمه ولا نكملها اللي بغيتي. مرحبا اللي بغيتي ما عنديش مشكل. تفضلي. ممكن دونك من ضمن الاشياء اللي ركزت عليها الجبهه عاد فكرت السؤال اللي قلتي لعاد معليش. دونك من ضمن الاشياء الاولويات اللي حنا كنطلبوا بها في الجبهه هو الغاء احتساب المعاش على اساس معدل اجر سنوات كامل العمل كامله لانها فيها واحد الحيف. مثلا نعطيك في قطاع التكوين المهني واحد القطاع كان لي شيف ديس كياخذ مثلا 1800 1900 درهم. بعد الاصلاح اللي جا به القانون اللي جينا به وعطانا واحد الشيء الكثير من الامتيازات بفضل نضالات الجامعه الوطنيه للتكوين المهني، اش وقع؟ وقع انه الناس اللي كانوا خدموا سنين وبذاك الاجر الضعيف تيتواجدوا الان في واحد الوضعيه من بعد التقاعد ديالهم كتقدر توصل 40% او لا اقل من 40% من الاجر ديالهم. وهذا بطبيعه الحال مشكل كبير ومشكل اللي خصو يتعالج. كاينه المطالبه باحتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة من العمل على غرار موقع. واخا حنايا داك الإصلاح ما عجبناش بزاف ولا كنا رافضينه على أساس اسمه، ولكن غير إنصاف الإرسائل على الأقل تمويل تحتسب لهم 8 سنوات. حد في التسقيف
الاجور، لانه كما ذكر الاخ هندوف ملي كتوصل لواحد لو سي صافي، واخا تربح اللي بغيتي تربح دائما كتلقى راسك فواحد فواحد الاطار اللي ما غاديش تجاوزه مهما كان الاجر ديالك. وهذا بطبيعه الحال من بعد التقاعد اش كيخلق؟ كيخلق لنا واحد الاشكال انه الانسان ما كيقدرش باقي يوازن، ما تيبقاش يقدر يعيش في المستوى اللي كان هو فيه، وتيكون مضطر انه ينزل على المستوى اللي كان عايشه. الغاء الضريبه على المعاشات، لانه واخا نقولوا راه كاين اللي كيخلص وكاين اللي ما كيخلص، خصها تلغى، لانه يكفي ان الانسان ملي كيكون نشيط راه كتقطط عليه الضريبه، وكيشارك وتيساهم في اشياء كثيره، وكيساهم في التقاعد ديالو. اذا علاش غادي نجيبوا حتى التقاعد ديالو اللي قطط عليه بحال كي كنقطط على الموظف ولا كذا؟ اذا الشيء اللي هو حنا كنطلبوا بحال بعض الانظمه، بعض الانظمه دايره واحد السيستم متقاعدين مختلف تماما على السيستم اللي هو داخل فيه الناس اللي هما نشيطين في هذا المجال. مراجعه شروط التقاعد النسبي، لانها مجحفه ومجحفه جدا. الانسان اللي غيخرج تقاعد نسبي خصو يخرج يسعى بهذا اللهجه كنقول لك، بمعنى انه كتلقى راسك مفروض عليك تبقى تشتغل واخا قدرتي واخا ما قدرتي، لانه التقاعد النسبي لا يمنحك واحد الجزء ولا واحد النصيب من الحياه الكريمه. وبالتالي كنقولوا انه كنطالبوا بانصاف المتقاعدين المحالين على التقاعد بجبر الضرر اسوة بالمطالب الانيه للمنخرطين الحاليين. وشكرا. تحياتك، شكرا لك الاخت الحيوي. دونك رجع للسيلندوف بالنسبه لبدائل الاصلاح، كانوا شي مقترحات كنتي قلتيهم في مداخلات ديالك السابقه، كنتمنى انك تبارطاجيهم معنا اليوم كذلك الا كان ممكن، ولا ندوزو نختمو. تبارك الله، راه شدينا الناس ساعتين هذه 9:30 تقريبا ل 11:30 هذه. الموضوع اكيد الموضوع كبير ومتشعب وفيه بزاف تاع المعطيات، نظرا للتعدد ديال الانظمه، نظرا للمجموعه تاع المعطيات اللي عرفتها واللي شكلت الازمه تاع هاد الانظمه كامله، صعوبه ديال بلوره واحد التصور اصلاحي اللي شامل واللي يقدر يكون منصف لكاع الفئات وفي اللي في مختلف اللي مشاركه في مختلف الانظمه على اختلافها. دونك هذه كلها نقاط كتخلي هذا الموضوع تبقى موضوع شائك، وموضوع اللي تيبان انه باقي عندنا فيه بزاف ديال الخدمه، باقي بزاف ديال الخدمه. بعد اولا انا بالنسبه لي كنقولها بعدا باش نفهموه، حيت بزاف ومجموعه تاع المعطيات اللي تقنيه اللي طرق لها قبيله الاخ الهندوف واللي وقفنا عندها، وكنت انا بعدا وحنا كمكتب بغينا هاد المحطه هذه تكون للفهم اولا واخيرا للفهم، ومازال ان شاء الله هنا نوقفوا عليها بشكل عاوتاني ندقوا شي حويجات. كاينه مجموعه تاع الاسئله تاع الاخوات والاخوان، ولكن ما كيتسعش الوقت اننا نرجعوا للسؤال بسؤال. الأخ الهندوف ولا الأخت الحيوي جاوبوا ضمنيا على مجموعة تاع تساؤلات ديال الإخوة. أنا عندي هنا بزاف ديال الأوراق فيها أسئلة، ولكن ما نقدرش نشد الأوديونس أكثر من هذا الوقت هدايا. دونك كنظن السي الهندوف عنده شي مشكلة في الكونيكسيون. دونك لا راني معكم. داكور، دونك سي الهندوف إلا كانت عندك مازال شي إضافة بالنسبة للبدائل ونختمو معاك. أيه بلا عطيت شي اختصار، قلت باختصار بالنسبة للسهر هذا العام وصل العدد نتاع النشطاء تقريبا 170,000 2019، عفوا دابا في 2020 تكون واحد واصلة 200,000، والعدد نتاع المتقاعدين 133,000، دابا تكون واصله 150,000. وبالنسبه لهذاك النظام التكميلي ما فيهش بزاف كما قلت، يلاه فيه 26,000 ديال لي زاكتيف، هذاك اللي فوق 19,000 ولا شي حاجه. والمعدل ديال هذا كنبشروك ان الاداره حنا سنات لا كونفونسيون قبيله طرحتها، ما بغيتش نقاطعك اخيرا. دونك هذا خبر مفرح. دونك مكسب اخر
الشغيله نتاع الوكاله، وكيستحقوا بالنضالات نتاعهم راه والنقابه نتاعهم المناضله حتى هي يعني كانت لهم بزاف تاع المكاسب. وهذه المناسبه كان نحييكم كاملين المناضلين والمناضلات نتاع النقابه ديال الوكاله تبع الاتحاد المغربي للشغل. الوغ بالنسبه للابونسيون موين هو هذاك تقريبا الا دخلنا كل شيء راه شي ما وصلش 4000، الا دخلنا لابونسيون دو واحد 3800 شي 4000 لي بونسيون دو ريفيرسيون و دو ريفيرسيون يعني تاع لي زايون دروا و لي بونسيون برينسيبال الا جمعنا كل شيء تقريبا واحد شي 4000 درهم في المتوسط. بون كنظن بان غتكون شي 5000 درهم الا حيدنا دوك دروغيرسون. دونك داك الرقم اللي كنت قلت لك بها تقريبا وزالون تور تاع 5000. بالنسبه لهذا العام كان هذاك معدل، هذاك معدل يشمل جميع الفئات ولا هذا هو جميع الفئات؟ جميع الفئات. لا لا جميع الفئات. السعر فيها كما قلت لكم قبيله 8700 والاسعار يعني تقريبا نص حيت لاموين راه كاع يعني احسن مني لاموين واخا غير ما كتعطيش واحد الفكره اللي هي لا يعني ولكن عندنا انديكاتور كوم انديكاتور كما انديكاتور تقريبا النص داكشي اللي كيشدوا الناس نتاع السامير يساوي زوج مرات الناس اللي كيشدوا نتاع الاسعار في المعاشات. وفيما يخص ذاك لو ريكوفرمون هذا باقي كما قلت لك قبيله هذا 2019 كان 3.6 الطو يعني ديال ريكوفرمون 3.6 مليار درهم يعني لو كوتيزاسيون و لي روتريت يعني لي بريستاسيون اللي خلصهم اللي خلصهم الوار سعر هو 6.3 نتاع الملايير تقريبا واحد العجز تاع 2.7 نتاع الملايير. ودوك لي برودوي فينونسي بحال العاده كيدخلوا واحد 5 نتاع الملايير دونك يخلصوا ديك 2.7 العجز التقني وكيبقى لهم واحد الفائض. فيما يخص الاصلاح نزل البال وي البدائل الاصلاحات اللي عنده وي ما اذا كنتي قلتي في مداخله ديالك السابقه كنت حضرت ليها كنتي هضرتي على تجربه مثلا ديال هولندا بالنسبه للصناديق الشيخوخه جو كوا انتي هضرتي على استثمار الاحتياطات في الاجور في القروض السكن في تونس المهم كان مجموعه ديال يعني في هذا في هذوك لاننا انا نقول لكم واحد احنا دابا هاد الفلوس ديال الخدامه فلوس نتاع المتقاعدين يعني انه حنا كنعتبروا في النقابات سيتان سالير ديفيري بمعنى انه يعني هو واحد السالير اللي كيتعطى الانسان ما كيتعطالوش من اللي كيكون يخدم كيتعطالو من اللي كيشد التقاعد راه نوع نتاع السالير اللي المشغل كيعطي لذاك الانسان يقول له شوف دابا انت غتساهم واحد شويه انا غادي نساهم واحد شويه ولكن هذاك الاجر ما غتشدوش دابا غتشدو مور 60 عام ولا مور 63 عام اللي ما تبقاش قادر دوك راه هذاك فلوس تاع دوك الخدامه السالير ديالهم هذوك الودائع بهم باش كيتخلص هذاك ديالو وبالتالي ما يمكنش الدوله تصرف فيهم كي بغات. حنا للاسف اليوم الدوله هرفات عليهم. انا قلت لكم قبيله 88% من الودائع واحد الوقيته تقريبا كانت واصله شي 80 ملي كانت الودائع 100 مليار وشي حاجه نتاع السامر كانت الدوله كتسلها تقريبا واحد شي 80 مليار تاع الدرهم. هذيك 8 مليار تاع الدرهم بغينا نستافدوا منها واحنا هذا تاع الصناديق ايفيكتيفمون. انا عطيتكم قبيله واحد المثال مثلا لو كان نجيو نستثمروا في المستشفيات العموميه وتولي ديك المستشفيات العموميه نتاع صناديق تاع التقاعد اليوم الامو الا شدينا غير السينسس والكنوبس فقط نخليو لي زوتر كاس داسيونس مالادي بحال لاكميم نخليو بحال هذوك اللي في السيكتور بريفي وطبق عليهم الارتيكل 114 دايرين دي زاسيونس بريفي نشدو غير الكنوبس ونشدو لا سينسس لامو ديالهم زوج تقريبا واحد 10 تاع الملاير تاع الدرهم يعني في العام 80 تاع الملاير تاع الدرهم منها كتمشي يعني للقطاع الخاص ما كاينش طوال المستشفيات العموميه مع هاد لامو اللي غادي توسع دابا على المغاربه كاملين
il est temps d'investir d'abord dans la santé. عوض كما قال وزير الماليه ذاك المره غادي نجيبوا حقا مستثمرين من الخارج يستثمروا في هذا الشيء نتاع لامو ولا نجيبوا اطباء من برا. الاطباء راه عندنا ما خصهمش كيهاجروا كنكونهم وكيهربوا. والمستشفيات العموميه اللي استثمرنا فيهم الفلوس تاع التقاعد لا سي ان اس اس خلقت واحد العدد نتاع لي كلينيك قتلوهم قالوا الحق لا سي ان اس اس ما عندكش الحق باش تكوني انت في نفس الوقت ديري لامو في نفس الوقت ان بروديكتور دو سوان. ولكن راه لا سي ان اس اس ما دارش دوك الفلوس دوك لي كلينيك لي بولي كلينيك بلامو دارتهم فلوس تاع التقاعد. هل السامان عندها الحق تشري لي سي اش اي ولا سي ان اس اس ما عندهاش الحق يكون عندها دي بولي كلينيك؟ دوك عندنا الحق حنا بدوك الفلوس تاع التقاعد نستثمروهم في القطاعات اللي اولا غادي تدخل فلوس لان هادشي نتاع لامو راه فيه الملاير غادي يجي من غتحمل مع المغاربه كاملين. خصنا نعرفوا واحد القضيه منا لو بيدجي انيوال دو لا سيكوريتي سوسيال فرونسيز اكثر من البيدجي دو ليتا فرونسي انيوال ولو بيدجي دو ليتا فرونسي كيسوا 20 مره البيدجي دو ليتا ماروكان. دونك راه تقدر واحد الوقيته يعني الا كانت عندنا وصلنا للمستوى نتاع فرنسا تولي عندنا لا سيكوريتي ما غنوصلوش كاع داكشي نتاع فرنسا. ولكن دو 5 سنين 10 سنين يمكن على الاقل. راه قلت لكم راه عندنا 200 قبيله قلت لكم 319 مليار درهم في الودائع تاع السنه ديال التقاعد. هذيك 300 مليار الا استمرناها في قطاعات منتجه ماشي في لابورس فقط قمر تربح ولابورس تشري ديزاكسيون ماشي منتج كتقمر غير في الفلوس. لا سيدي سير دير في استثمارات بحال لا سونتي بحال مثلا السكنه مثلا القروض عوض ما تمشي للبنكه وتسلف لك معناتها بواحد القبض. تونس كيسلفوا لهم الكريديت اليوم كريديت كونسوماسيون كاين اللي كيسلف لك 11% 10% راه ماشي هذوك مربحين. شحال تاع لاسيرونس مثلا لي زاكسيدون دو ترافاي لي زاكسيدون دو ترافاي يمكن انهم حتى هما يتكلفوا بهم هاد المؤسسات نتاع التقاعد. دونك راه الا بغينا نستمروا دوك الفلوس يهزوا يديهم على فلوسنا يخليونا حنا نستمروا دوك فلوسنا في القطاعات المنتجه وفي القطاعات اللي كتستافدوا منها الموظفون والعمال. وداك الساعه راه غادي نقدروا يعني نساهموا في حل هذه الازمه. ولكن رغم ذلك الدوله خصها تحمل مسؤوليتها لان هي اللي مسؤوله على هذا الشيء وهي لا كارونت. وهذاك الصندوق هو مؤسسه عموميه والسياسات نتاع الدوله هي اللي وصلتنا لهذه الوضعيه نتاع اللي رحنا فيه وصلنا فيها. ولكن كذلك سي الهندوف هنايا باش ندير نحيل على الكلام اللي قلتي حتى حنايا كذلك مطالبين انه في القادم من الايام اننا نضلوا انه تكون عندنا تمثيليه في مجالس ولا هيئات الحكامه ديال اللي كتسير هذا. حيت الا مشينا للارفاع مثلا قبيله ما هضرناش عليه مثلا تسير كي ولا التمثيليه تاع النقابات كدار بارتياج وصو يعني شي حاجه اللي مهزله اللي هي كبيره. شحال واحد شحال كيديروا شحال كيديروا التيراج وصو كيديروا واحد واحد الطريقه ديالو هذا بعدا كل هذا مهزله. واش واحد يعني شوف لا بعدا الاولى شوف كيديروا واحد واش عباد الله واحد غادي يمثل 100 ودابا عندنا 170 الف واحد والتيراج وصول. خاص تكون تمثيليه بحال السنسس ثلاثيه بون بما ان ما كاينش القطاع الخاص تكون تمثيليه ثنائيه. خاص تكون تمثيليه نتاع النقابات النقابه الاكثر تمثيليه بحال السنسس على حسب النتائج ديال الانتخابات يعني المهنيه. لا ميم شوز في السامر سامر الصندوق المجلس الاداري شكون اللي كيمثل فيه ماشي النقابات كيديروا انتخابات نتاع اللجان الثنائيه. وهذيك الانتخابات نتاع اللجان الثنائيه وما كيسيقولهاش كاع الخبر واخر اجل كيدار داك الشيء. كاين شي وحدين اللي ولاو مختصين دائما كيطلعوا في المجلس الاداري رغم انه ما عندوش قاعده في الانتخابات. وحنا كنا قطعنا هذاك الانتخابات كاتحاد المغربي للشغل وقلنا لهم حنا الله يخليكم المجلس الاداري خص تكون فيه ممثل النقابات لان دستوريا النقابات هي اللي كتمثل يعني الاجراء. وبالتالي نديرو كما درنا في لاسان اس اس وتكون واحد ان جيستيون سان اس اس فيها تري باتري بارتيت سميتو في الاخر تكون ثنائيه تكون النقابات وتكون الاداره لان الاداره هي في نفس الوقت الحكومه دوله سلطات وفي نفس الوقت هي المشغل. وداك الساعه وما يكونوش المجالس الاداريه غير غرف تاع التسجيل يكون بالفعل يكون فيها النقاش. شتي الا كان فيها النقابات
تكون تعرف الارقام وتعرف المشاكل، وتما يمكن يتناقشوا في الاصلاحات. تعطي اقتراحات كذلك وممكن لانه علاش؟ لانه مثلا احنا نقدروا، لانه يقدر بحال دابا مثلا المجلس الاداري يطلب دراسات وخبراء ومكاتب دراسات ويجيبوا يعني هذاك المعطيات للمجلس الاداري وتناقش في الحلول وتكون استباقيه، ماشي بحال اليوم. اليوم ما كاينش تمثيليه تاع النقابات، كاين الحكومه بوحدها كتنفرد، هارفه على الاستثمارات، هارفه على التسيير، هارفه على الاصلاحات، هارفه كدير اللي بغات. وبالتالي الا كانت شوف اللي كيحس بوحدو، شوف الا كانت الدوله كدير اللي بغات فهاد السنه تعتقد وتحمل مسؤوليتها ملي كتجي، ملي كتجي الازمه، ماشي غاتجي الازمه تلوحنا لينا وتقول لنا حق راه نزيد في الثقافه. شنو نقول لكم واحد القضيه في الشيء تاع السامر، الا ما جلسنا جدين وكان هناك يعني حوار اجتماعي حقيقي بالعمق، وما راه نقول لكم واحد القضيه، راه مما كاتب الدراسات راه شي مرات كتجيب لنا نابورت كوا. دونك راه انا خصنا نجلسوا مكاتب الدراسات كتعاوننا، كنقول لها دير لنا الحساب تجيب لنا الحساب، ولكن الحلول والاقتراحات ما غاديش من مكاتب الدراسات، غتجي من عندنا حنا. حنا ونجلسوا ونذاكروا ونشوفوا الحاجه اللي تخرجنا واللي ما تخرجناش. ما الا استمرينا على الطريقه نتاع التسيير غادي تجي الحكومه اش غدير؟ غدير اصلاحات مقياسيه كما دار من كيران، وغادي تعاود تاجل الازمه واحد 10 سنين عاود يوقع المشكل ونبقاو. ولهذا خصنا اليوم مع هذه المناسبه نتاع تعميم الحمايه الاجتماعيه، ايوا حنا باغيين نعموا الحمايه الاجتماعيه، اجي بعدا نفكوا الحلال غير نتاع التصاميم اللي كاينه، نفكوا الحلال نتاع هذا اللامور اللي كاينه قبل ما لان الا درنا يعني التعميم بعدا نخرجوا الازمه اللي راحنا فيها. دوك كاينه حلول، كاينه مقترحات باش يمكن نستثمروا دوك الفلوس، كيفاش نسيروهم، كيفاش يدخلوا لنا الفلوس، كيفاش نخرجوا من هذه الازمه. كاين اقتراحات عديده كثيره، انا ذكرت منها. كنا اتفقنا مع الحكومه اتفاق تاع 26 ابريل 2011 بان نخصوا واحد الجزء من الودائع ديال صناديق التقاعد لتمويل السكن الاجتماعي. كنا انا اليوم عاود كان مثلا اقترحنا الحكومه وقعت معنا عليها وما دارت والو. دابا كنقترحوا عاود باش تكون استثمار في هذا الشيء نتاع لامو في المستشفيات العموميه في المنظومه الصحيه، وهذه المنظومه الصحيه راه الملاير فيها وستدير الملاير ملي غادي تعمم على المغاربه كاملين. مناسبه باش اننا يعني نستثمروا فيها، نستثمروا في واحد العدد من القطاعات اللي في نفس الوقت منتجه وفي نفس الوقت كنستافدوا منها. لا ملي كتمشي دير في لابورس، شنو هي لابورس؟ لابورس راه كتشري دي زاكسيون وتبيعهم وتشري وتبيعهم، ماشي هذوك هما اللي ماشي منتج، ماشي قطاع، ماشي غادي تبني وزين وتنتج شي حاجه، تبدا تقمر وتقدر تربح وتقدر تخسر. وحنا هذوك راه فلوس الملاير بغينا نستثمروهم شي حاجه اللي تنفع البلاد نتاعنا واللي يستافدوا منها دوك الصناديق واللي نقدروا نغلبوا هذا نتغلبوا على هذا العزال. وشكرا. دونك على وقع الكلام اللي قلتي لنا الاخ الهندوف، كان نسجلوا ان الدوله ضروري انها تحمل مسؤوليتها في هذا الاصلاح، واننا كنقابات مازال قدامنا الكثير والكثير اللي نقوم به باش ندفعوا بعجله الاصلاح الى الامام، واننا نحقوا المطالب ديالنا جميعا بهذا الخصوص. وبهذا كنعطي الكلمه لاخت رجاء باش دير واحد الكلمه ختاميه ونختتموا الندوه ديالنا، على امل اننا نتلاقاو في ندوات قادمه ان شاء الله اللي نعاودوا ندقوا فيها شي حويجات، نزيدوا فيها الوعي بالنسبه لمجموعه ديال النقاط بخصوص هذا الملف اللي هو كما قلت ملف كبير وشائك، وفيه من الجانب التقني الشيء الكثير اللي خاصنا نفهموه ونوعوا به باش ممكن غدا نقدروا نضلوا ونطالبوا ونفاوضوا كما كنقول ديما بوعي، ماشي نضال اللي بدون وعي. دونك تفضلي الاخت رجاء الكلمه الختاميه. شكرا شكرا الاخت حنان، كذلك شكرا لممثلي مركزيتنا النقابيه على التاثير ديالهم لهذه الندوه. موضوع بالفعل هو موضوع اللي هو كبير، وكان يعني من انتظارات نتاع شغيله الوكاله دائما كانت تطرح هذا المشكل، هذا الموضوع هذا، وتساؤلات كثيره كانت كتطرح. كنقولوا بان هذه فقط البدايه، هذه الندوه هذه فقط البدايه، اكيد غادي يجيو ندوات اخرى
اللي غادي نزيدو نتعمقوا في هذا الموضوع، وكذلك مواضيع اخرى اللي كتشغل الشغيله تاع الوكاله، موضوع تاع التقاعد. موضوع تاع التقاعد هو موضوع ممكن ان من قبل ما كانتش شغيله الوكاله واعيه به، نظرا لان كانت كلها فئه اللي هي فتيه واللي هي في واحد لاج شويه صغير. السنوات المقبله حنا دي سي سيزون لا هادي غادي يكون عندنا، غادي يبداو الاطر كيخرجوا للتقاعد، وانا ذاك ستكون المحنه نتاع هاد الناس هادو اللي غادي يكونوا مقبلين على التقاعد. دونك من هذا الباب هذا جات هاد الندوه هادي باش على الاقل يفهموا الناس هاد النظام تاع التقاعد اللي هما منخرطين فيه اللي هو الاغتائر، ويعرفوا المشاكل ديالو وشنو اللي كينتظرهم من هنا سنوات اللي غادي يخرجوا فيها للتقاعد، وكذلك الفئه اللي مازال في واحد لاج اللي مازال في لاج اللي هو دي جون اللي كنقولوا من 40 عام وهذه مازال قدامهم الوقت انهم ينخرطوا في التقاعد اللي هو تكميلي واللي يقدر يضمن لهم على الاقل واحد العيش، ولا يحافظ لهم على ما غاديش نقول على لو سالير ديالهم 100%، ولكن على الاقل بعدا يحافظ لهم واحد على واحد المستوى نتاع العيش ممثل للوقت اللي كانوا فيه زعما اون اكتيفيتي. كذلك كنبغي نهنئ الاطر نتاع الوكاله على الاتفاقيه اظن انها توقعت مؤخرا نتاع التقاعد التكميلي الاساسي اللي كان بين المطالب نتاع النقابه الوطنيه لوكاله التنميه الاجتماعيه منذ سنوات، وخصوصا مع تعديل النظام الاساسي، ومادام اننا دخلنا النظام موازي للوظيفه العموميه يعني ولينا كنوصلوا ولا مجموعه نتاع الاطر كتوصل لهذاك لو بلافون اللي كتفرضوا الاغتائر. حاليا في 2020 تستفد منه تقريبا 48 اطار، دابا مقبلين كذلك على 30 اخرى اللي غادي تضاف هذه السنه هذه مادام اننا دوزنا جداول الترقيه برسم سنه 2020. دونك كل سنه تقريبا غادي يلتحقوا واحد 30 تاع الناس بهذا النظام الاساسي، النظام التقاعد الاساسي اللي هو تكميلي اساسي. دونك ما نبغيش نطول عليكم، كنعتذروا الاخوات والاخوان المتتبعين ديالنا والمناضلين ديالنا على العطب التقني اللي كان في البدايه نتاع الندوه، وكنتمنوا اننا نداركوه في ندوات اخرى. وشكرا للمتتبعين، وشكرا مره اخرى اخت فاطمه الزهراء على سعه الصدر ديالك، وكذلك الاخ الهندوف. احنا كنعرفوا بان مناضلين تاع مركزيتنا النقابيه، كنشكركم بزاف على التاثير ديالكم لهذه الندوه والتاثير ديالكم في جميع المحطات نتاع النقابه منذ التاسيس ديالها، وحنا وجوه اللي الحمد لله دائما مواكبه معنا سواء فيما هو تقني فيما هو محطات نضاليه. اخت فاطمه الزهراء ما كانش شي محطه نضاليه اللي ما كانتش كتحضر معنا فيها الا وكتبوها واقفه قدام الوزاره وقدام هذه، وكذلك المواكبه ديالها في المحطات نتاع الحوار اللي كنا كنقودوه مع الاداره ديالنا وكذلك مع الوزاره. الشكر كذلك الاخ الهندوف، تحيه خاصه ليه على التاثير ديالو لهذه الندوه، وكذلك التاثير ديالو للمناضلين تاع النقابه ديالنا خصوصا في معركه نتاع النظام الاساسي اللي زعما واكبها معنا عن قرب، سواء مع وزاره الاقتصاد والماليه وكذلك مع الوزاره الوصيه. والشكر كذلك لمركزيتنا النقابيه على يعني التاثير ديالها وعلى الوقوف ديالها لجنبنا دائما ومساندتها للنضالات ديالنا. شكرا لكم جميعا، وتحيه نضاليه للجميع. شكرا حنان على التسيير نتاع الندوه، وتحيه نضاليه. تحية للجميع، شكرا لأخت رجاء بالكحل كاتبة العامة النقابة الوكالة التنمية الاجتماعية، شكرا لأخت فاطمة زهرة اليحيوي على سعة الصبر ديالك والحضور ديالك والمساهمة ديالك، شكرا جزيلا للأخ الهندوف على التأطير ديالو لهذه الندوة، شكرا للجميع المتتبعين ومناضلين نقابتنا على سعة صدرهم. وكنتمنوا ان هذه الندوه تكون اجابت على مجموعه من التساؤلات ديالكم، ونضرب لكم موعدا ان شاء الله في ندوات قادمه اللي نعاودوا نفصلوا فيها نقط اخرى في موضوع ديال التقاعد، وفي موضوع ان شاء الله الحمايه الاجتماعيه مستقبلا.
دونك دمتم في رعاية الله وأمسية سعيدة والسلام عليكم. شكرا وإلى شكرا سي هندوف، شكرا، بارك الله عليكم، شكرا فاطمة شكرا زهرة، شكرا. شكرا.